مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم، رجعنا ورجع الفوتبول طبعا دائما عبر شاشه ام تي في انطلاقا من كاس النخبه التنشيطيه يلي هي طبعا البطوله التقليديه يلي قبل كل موسم تستعد من خلالها فرق النخبه، فرق يلي كانت موجوده بمقدمه الترتيب بالموسم الماضي، عم تكون موجود ست فرق بالوقت الحالي ضمن منافسات كاس النخبه يلي هي مناسبه لنا ولكم لنتعرف عن الوضع الاول. اليوم مباراة قمة ديربي، مباراة دائما عنوانها مهم جدا بغض النظر شو هي البطولة شو وضع الفريقين، عم بحكي طبعا عن قطبي الكرة اللبنانية الأنصار والنجمي اللي عم يتواجهوا اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي ضمن مباريات المجموعة الثانية بكأس النخبة يلي بتضمن أيضا إلى طبعا يعني بننطر من خلالها انه الفريق النجماوي يقدر يقدم نفسه بشكل او باخر بصوره جديده من بعد ما استراتيجيه اللي انوضعت انه النجم رح يلعب بتشكيله شابه هالموسم ويبني للمستقبل، بالمقابل الانصار يلي عزز صفوفه بشكل رهيب وخصوصا بعد تعاقده مع النجم حسن معتوه. رح نحكي اكثر عن وضع الفريقين، رح نحكي اكثر عن كاس النخبه مع كابتن جمال حاج. مره جديده برحب فيك عبر شاشه ام تي في. ضيف عزيز ببيتك كابتن جمال، وبننبسط نحن وياك دائما نحكي فوتبول وخصوصا بهالمرحله يلي هي مرحله تحضيريه لكل الفرق، للانصار للنجمي لغيرهم الموجودين بكاس النخبه. اليوم مباراه فينا نقول من دون حسابات كثيره، مباراه تجريبيه ان كان لنزار محروس او ان كان بالنسبه لطارق جرايا. يعني طبعا المباراه بالنسبه للمدربين مهمه جدا، كل واحد بده يشوف شو صوره الفريق يلي ممكن يقدمه وشو صورة يعني طبعا الجمهور يلي بينطروا من الفريق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية هي مباراة مثل ما حكينا هي توقيتها هيدي البطولة اصلا كلها مش مناسب للمدربين وبتعمل لهم ارباك بتوقيتها، لانه الفرق بعدها مش جاهزة لتخوض مباريات على مستوى تنافسي. كلهم حوالي 3 أسابيع بدأ الفريق بالتحضير كل الفرق، فبالتالي يمكن بعض الأندية بتكون بهاي الفترة ما بلش باستعمال الكرة بتحضيراتهم، لكنه بالمبدأ العام عم بيحاولوا المدربين يستفيدوا منها ويستغلوها ليشوفوا وضع اللاعبين عندهم شو نواقصهم، وضع اللاعبين الأجانب ممكن يعتمدوا عليها بالمستقبل، بنفس الوقت يرفعوا مستوى المخزون البدني عند اللاعبين، مشان هيك ما في أي مثل بقولوا تقييمات او فيك تيجي تستدل عليها من خلال هالمباريات، الا انه المدربين يقدروا يشوفوا عندهم حساباتهم الخاصه فيها. لا شك انه فريق الانصار وفريق النجمه بيبقى ديربي وبيبقى الفريقين ما بحبوا انه يفوزوا بهالمباراه، والجمهورين بتعني لهم كثير المباراه، لكنه بتبقى هيدي مباراه وديه تنشيطيه للمدربين عندهم حساباتهم الخاصه ونتيجتها ما بتعكس كثير من حقيقه مستوى كل فريق بالمباراه. شفنا تشكيله الانصار على الشاشه وهلا تشكيله النجمه. كابتن جمال حاج سريعا رح مر على تشكيله النجمه بما انه موجوده امامنا على الشاشه. علي السبع بحراسه المرمى، 3 لاعبين بخط الدفاع، علي فاروق، قاسم زين، وحسين شرف الدين. على الجهه اليسرى رح يكون موجود عبد الله عيش، محمود قعور على الجهه اليمنى، بيناتهم مهدي زين وحيدر خريس، لاعبين على طرفي الملعب علي الحاج وخليل بدر، وامامهم ابودو ايساكا اللي هو المهاجم الغاني جديد بسقوط فريق النجمه. بالمقابل الانصار حسن مغني بحراسه المرمى، 4 لاعبين بالدفاع من اليمين الى اليسار، حسين عواده، البرازيليين جواو باولو وموزيس لوكاس، حسن شعيط وشبريكو على الجهه اليسرى، جهاد ايوب وحسام اللواتي هن كلاعبي ارتكاز، امامهم عباس عتبه هن على طرفي الملعب من الجهه اليسرى، حسن معتوق من الجهه اليسرى اليمنى، حسن سعد سوني وموني حسن شعيطو راح يكون موجود بمركز راس الحربة، الغياب الابرز هو الحاج مالك اللي موجود على مقاعد البدلاء. خليني بلش كابتن من تشكيله فريق الانصار، تشكيله هجوميه بامتياز، عندنا جهاد ايوب وحسام اللواتي، لاعبين عم بيكونوا موجودين بمركز الارتكاز لكن بنعرف كثير منيح انه هن صانعي العاب، عندهم نزعه هجوميه، اونيكا معتوق سوني موني، الكل بيعرفوا قدراتهم الهجوميه، يعني 5 لعيبه عمليا بوسط الانصار بين الوسط والهجوم هن قادرين يوصلوا للمرمى. لا شك
فريق الانصار بالموسم القادم حيكون فريق قوي كثير، عنده ترسانه هجوميه كثير كبيره باستقدامه، واضافه للموسم الرائع اللي قدمه الموسم الماضي، استقدام حسن معطوه حيعطي اضافه للفريق يصير منافس اكبر على اللقب. تواجد اللواتي بمركز الارتكاز هو امر مفيد جدا لصناعه اللعب، وهون المطلوب كيف يقبل الدور وكيف يقدر يتعاطوا معه اللاعبين، واذا ما كان قام بهذا الواجب بيعتقد بيساعد الفريق كثير بتخريج الكره من الخلف، وبالتالي اوصال الكرات بسلاسه وبسهوله اكبر للاعبين الوسط والمهاجمين لحتى يكون الفريق فعال اكثر من الناحيه الهجوميه. بعتقد لاحكيك دغري على انتقل على فريق النجمه، النجمه عم يلعب ب 5 4 1 حول 3 4 3 يعني اذا كان خليل بدر مثلث هو علي الحاج مع المهاجم اساكا، اذا قدروا يفوتوا على نص الملعب خلف اللواتي النقطه اللي عم تقول عنها وجهاد ايوب يستلموا بين قلبين الدفاع وقلب الدفاع والارتكاز، ممكن يعملوا مشاكل كثير كبيره لفريق الانصار اذا ما قدروا يتواجدوا ويستلموا بهذه المناطق، بيعملوا مثلث مع المهاجم الاجنبي. لكنه بالمبدا العام من طريقه لعب فريق النجم مبين الفريق بيكون متحفظ وبده يلعب على رده الفعل، مش حيكون مبادر نتيجه تواجد 5 لاعبين بخط الدفاع، وممكن تحول من 3 4 3 لل 5 4 1. وبعتقد انه لاعبين خط الوسط اليوم عندهم دور كثير كبير، وهيدي اللعبه بدها تدريب، بدها وقت وانسجام بين اللاعبين يعرفوا كيف يتحركوا، خاصه اللاعبين اللي بده يكونوا على الاطراف يدخلوا على النص وبالتالي بالعكس، فهل هن قادرين اليوم يطبقوها؟ وهذا سؤال كثير كبير. هذا سؤال مهم، وخصوصا انه حسام اللواتي يعني هيدا مركز جديد، يعني بعد ما بدا على الجهه اليمنى مع الانصار الموسم الماضي رجع لعب خلف المهاجم او بالوسط المهاجم بمهمه صناعه الالعاب، اليوم موجود كلاعب ارتكاز، رح نشوف كيف عم يأدي، رح يكون عم يأدي قدام مع جهاد ايوب كمان لاعب جديد، وشفناه مع فريق البقاع بيلعب كصانع العاب ايضا مش كلاعب ارتكاز. هون النقطه اللي تحدثت عنها وجود علي الحاج وخليل بدر، هل التزامهم رح يكون على طرفي الملعب فقط لا غير، ام لازم روحوا اكثر بالعمق، وخصوصا انه مهدي زين وحيدر خريس بعيدا من محمود كعور وعبد الله عاش اللي قادرين يعملوا الاضافه الهجوميه رغم التحفظ يلي رح يكون عند عبد الله عاش، قادرين يفوتوا اكثر بالعمق ليساندوا ايساكا كمهاجم وحيد ما يكون معزول؟ على الاقل واحد منهم لازم يكون معه، على الاقل واحد منهم بده يكون معه، والمسانده مطلوبه من اللاعبين الارتكاز او من اللاعبين الظاهرين، يعني اذا الكره استلمها على الحاج عمالة الشمال لازم يكون عنده خياراتي، لازم قعوار يكون ماشي وعنده اساكا بالعمق وقعوار عن جهه اليمين وقريب منه خليل بدر، وكذلك امر بالعكس بالنسبه لخليل بدر، لازم على الاقل واحد يدخل على النص واحد من الظاهرين يساندهم لحتى يكون عندهم حلول ليعرفوا يتصرفوا بالكره ما يكون في عليهم كثافه عدديه، لكن انا برايي لازم ينتبهوا يصبروا النجمه ويلعبوا على الهجمات المرتده وعلى المساحات، وقادرين مطرح من المطارح برجع بقول لك بسرعه خليل بدر وعلي الحاج انه يكونوا مزعجين اذا ما صبروا وعرفوا كيف يتصرفوا، لكن اهم شيء يكون انا برايي هل هن حافظين الادوار الدفاعيه كيف يتحركوا وكيف تبادل الادوار، مين هو اللي بده يدافع مع مثلا مع المعتوق على الجهه اليسرى اذا خليل بدر لحه علي الحاج يضب على النص ليعمل ثالث مع حيدر خراس ومهدي زين، لانه حيكون في لاعبين وسط ضد ثلاثه في كثير من الاحيان، لعيب الانصار ثلاثه حيلعب ضد اثنين حيدر خراس ومهدي زين مقابل اونيجا واللواتي وجهاد ايوب، هون واحد من اللاعبين الظاهرين هل هو اللي حيكون يساند نص ملعب ولا واحد من خليل بدر وعلي الحاج، هذه لازم تكون مدروسه ويعرف المولع. كابتن، من نقاط القوه عند فريق الانصار يلي بالمناسبه كان افضل هجوم بالموسم الماضي 56 هدف 38 منهم تسجلوا بين سوني موني الحاج مالك وحسام اللواتي، اليوم اللامركزيه اللي كانت موجوده عند فريق الانصار مع المدرب عبد الله ابو زمع كانت نقطه القوه، اللامركزيه مفروض تكون حاضره اليوم وخصوصا عندما موني يخرج من مركز سوني بيروح محله حسن معتوق يلي اصلا بحب ياخذ الدور حر، الى اي مدى اليوم بدي اسال عن نقطه حسن معتوق اكثر من غيره، الى اي مدى اليوم رح يشعر بالحريه على ارض ملعبه، رح يحس انه ظهره محمي اكثر من ما كان عليه الامر مع النجمه بوجود لاعب مثل الشبريكو بيعرف كيف يشتغل على طرف الملعب. الاسلوب الانصار واللاعبين نوعيه لاعبين تمرير الكرات القصيره حيستلم كثير من الاوقات حسن معتوق، حيستلم كثير بيستلم اكثر، حيكون مساند هجوميا ودفاعيا، ولا شك وجود بوني اليوم بالهجوم يمكن ليستند عليه، في نقطة زي اليوم نحن بنعرف انه الفريق كله مش جاهز، الفريقين حسن معتوق مش جاهز، لكنه عم يلعب على ميلة قعوار وعلي فاروق، اللي ممكن إذا كان بيوم اليوم حسن معتوق وكان موني عم يعرف يسند له أو أونيجا ممكن يشكله خطورة كبيرة على دفاعاته. دور الشبريكو بدي أحكي عن هالنقطة، يعني لاعب بيعرف يشتغل على الخط بشكل كثير منيح
هجومي ودفاعي بنفس الوقت، وبيعرف حسن معطوه كثير منيح وبيقدر يحمي له ظهره قبل بدايه المباراه. سريعا، صحيح انه بتضيف لشبريكو حتى في نوعيه الصداقه والتفاهم مع المعطوه، هذه بتساعد على الانسجام اكبر بين اللاعبين. بتلاحظ انه موني واونيجا ومعطوه وشبريكو في صداقه، وهذه بتساعد اللاعبين على الانسجام بشكل اكبر والتفاهم اكثر. بعتقد شبريكو حيعطي قوه اكبر، حريه اكثر لحسن معطوه يكون يقدم مستوى افضل مع الانصار. كابتن جمال، بدي اشكرك، اكيد رح نرجع نلتقي نحن وياك بين شوطي اللقاء لنحكي اكثر عن اول 45 دقيقه بين الانصار والنجم. مشاهدينا، ثواني قليله وبتنطلق المباراه على ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس. مباراه رح يقودها الحكم ماهر العلي بعونه بلال العرفي وعلي المقداد، والحكم الرابع رح يكون مصطفى سعيفان. طبعا ثواني قليله وبتنطلق هالمباراه. الحكم ماهر العلي طبعا يعني ما نشوف على ما يبدو وكأنه شفت بطاقة مع الحكم ماهر العلي، ما بعرف إذا الأمور بدأت عم تحمى يعني على أرض الملعب قبل بداية اللقاء. على كل حال خليني روح لعند زميلي فارس كرم قبل ما انضم له بالتعليق على أول 45 دقيقة من ديربي الكرة اللبنانية بكأس النخبة. الأنصار والنجمة دائما مباشرة وحصريا عبر شاشة ام تي في. بتمنى لكم أكيد متابعة طيبة، وبرجع بلاقيكم بالتعليق على اللقاء وبين شوطي المباراة. تفضل فارس، الهواء لك. شكرا شربي الكابتن جمال الحاج، كمان شكرا لك، اشتقنا لكم، لكل مشاهدي الام تي في تحيه كثير كبيره لكم مع موسم جديد، والام تي في على الموعد للسنه الثالثه على الطويله باشمل دوري لكره قدم وبكاس النخبه، كاس تحضيريه، الكاس المهم كثير يلي بتعطي فرصه لكل المدربين ليجربوا لاعبينهم الاجانب، ليجربوا لاعبين لبنانيين قبل انطلاق الدوري. ومباراة الأنصار والنجمة مباشرة عبر شاشة ام تي في، شو ما كان عم بيلعب النجمة بالشباب، الأنصار مكتمل الصفوف، بتبقى مباراة الأنصار والنجمة هي مباراة الديربي، مباراة الكرة اللبنانية، المباراة يلي بينطروها الآلاف والآلاف والملايين يلي عم يتابعوا شاشة ام تي في خارج لبنان. مباراة نجمة أنصار، أنصار نجمة، هي حلاوة كرة القدم اللبنانية. كان على المدرجات يلي بلش الامور قبل ساعة، ساعة ونص التشجيع، وما فيني خبركم قد ايه في عالم خارج ارض الملعب عم يجربوا يدخلوا كلهم لملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس لمتابعة الأنصار والنجمة قبل انطلاق المباراة بطاقتين صفر لأحمد تكتوك وطارق جرايا مع القانون الجديد والقوانين الجديدة يلي بده يبلش المشاهد يتعود عليها. والامور صار بيقدر الحكم يعطي بطاقه صفراء لاي لاعب لاي اداري كره اماميه. فرصه لفريق النجمه واول ركله ركنيه بالمباراه نجمويه ببدايه مباراه لصالح فريق النجمه. النجمه اليوم صحيح عم بيلعب ناقص كثير ومن دون لاعبينه الاساسيين، عم يعتمد على الشباب طارق جرايا، بس دائما مباراه الانصار والنجمه لها اهميتها الخاصه، إلى حساسيتها الخاصة، إلى حساباتها الخاصة. مين بيعرف شو معقول تكون نتيجة مباراة؟ ولو على الورق اليوم الأفضلية رح تكون لفريق الأنصار، مكتمل الصفوف مع حسن معطوق، سوني السعد وموني بخط الهجوم، وراهم اللواتي المايسترو عباس عطبي أونيكا وغيره من اللاعبين. الحاج مالك على موعد الاحتياط، ومواجهة تونسية سورية على الارض الطرابلسيه. عم نحكي عن طارق شرايا ويزار محروس، الركله الركنيه بتتنفذ، كره لصالح فريق النجمه داخل منطقه الجزاء بيلعبها الكره الحج، وفرصه كانت تكون للاعب الجديد بصفوف فريق النجمه ايساكا ابودو اللاعب الغاني يلي عم بيكون قيد التجربه، ومعقول كثير يكون الاجنبي الثالث لفريق النجمه بدوري الفا هالموسم. الأنصار اعتمد على لاعبين أجنبيين، خلص هذه الأمور واضحة من سنة الماضي. الحاج مالك هداف الدوري لموسمين متتاليين، بالإضافة كمان لحسام اللواتي واحد من أفضل اللاعبين اللي إجوا الموسم الماضي على كرة القدم اللبنانية. بيبقى مين الأجنبي الثالث؟ الخيار رح يكون بين جواو باولو ديسوزا وموزيس لوكاسا سيلفا، لاعبين برازيلية عم يلعبوا اليوم، بيحملوا رقم 6 و12 بتشكيل فريق الانصار، واحد منهم مبدئيا رح يكون الاجنبي الثالث
المدافع بصفوف فريق الأنصار للموسم المقبل، اللي كان واحد من الفرق الأكثر تحركاً بسوق الانتقالات وأبرزها حسن معتوق. ما بدنا ننسى أبداً جهاد أيوب، غيره من اللاعبين كالفن داو وأبرزه كمان نزيه أسعد، هيدا نزار محروس الفريق الرابع اللبناني اللي عم بقوده نزار محروس. أول فريق لبناني كان معه هو فريق الصفا، وفريق الصفا بموسم 2003، من بعدها كمان كان مع فريق العهد بال 2005 كرة بين إيدين علي السبع، وبال 2016 كان مع فريق طرابلس، أحرز بطولات وألقاب عديدة مع فرق عربية. عم نحكي عن أربيل العراقي، كمان فرق عديدة كان عم بقودها بالدوري الإماراتي. ما في خطأ، حسين عواضة بيتقدم بالكرة، كان عم بيطالب بخطأ فريق النجمة عن طريق علي الحج يلي موجود على أرض ملعب الحكم ماهر العلي، يقول ما في شيء أبدا، يطلب بمتابعة الكرة. هون عواضة وعلي الحج، الحكم كان كتير قريب من مكان حدوث الكرة. درب نزار محروس الوحدة والجيش بسوريا، ايضا الحزم بالسعوديه، اللواتي بيخسر الكره، قوم يا حسام، ما في شيء ابدا، قوم. اليوم عم بقود فريق النجمه دفاعيا صخره الامان وامان كره القدم ومنتخب لبنان بامان. وقت نحكي عن قاسم الزين، قاسم الزين بدفاع فريق النجمه، ايضا من ابرز اللاعبين اللي انضموا لفريق النجمه. عبد الله عيش الظهير الايسر، عبد الله عيش كان موجود مع فريق طرابلس وغيره من اللاعبين. ما بدنا ننسى ابدا مصطفى الشمعه، خليل بدر يلي عم يرجع لفريقه من بعد ما كان معار لفريق شباب الغزيه. فريق النجمه باختباره الحقيقي اليوم الاول قدام فريق الانصار يلي رح يلتقوا الفريقين باول مرحله من دوري الفا. الانصار والنجمه شاءت الصدف والقرعه انه يكونوا مع بعض بالمرحلة الأولى من بطولة لبنان. حلو كثير من موني، كرة داخل منطقة جزاء بين ايدين علي السبع، السبع بيطلع من مرمي ليلتقط الكرة وبسهولة تامة من دون أي صعوبة أبدا. هيدا طارق جرايا، طارق جرايا المجرم أنا بدي أسميه، كان مع فريق السلام عمل وصيف، مع فريق النجمة ببطولة الأندية العربية قاد الفريق ليكون بالمراحل النهائية. طارق شرايا من المدربين العصبيين بس رائع جدا، رائع جدا طارق شرايا. شو رح يعمل هالموسم مع فريق النجمه؟ هل رح ينجح مع فريق النجمه؟ هيدا السؤال. حسن معتوق الانتقال كان من النجمه للانصار، لاعب كبير كبير حسن معتوق واسم كثير كبير عم نشوفه قدامنا، لاعب منتخب لبنان و واحد من ابرز اللاعبين اللبنانيين على الاطلاق، بس دايما لاعب واحد يعني ما لازم ياثر ابدا على فريق كبير. وقت عم نحكي عن العهد، عم نحكي عن الانصار، عن النجمه، دايما الحلول لازم تكون موجوده والبديل موجود. شبريكو عم يرتكب خطا واضح، فاول لصالح فريق النجمه، لاعبين عم يلعبوا تحت طقس كتير قوي، الشمس كتير عالية، حرارة قوية، رطوبة كمان مرتفعة، هيدي أمور بدو ينتبهوا لها كتير منيح اللاعبين. ركلة حرة لصالح فريق النجمة، محاولة أولى للنجمة لهز الشباك عن طريق عبد الله عيش، عبد الله عيش بيتقدم بيلعب الكرة مباشرة، عم جرب يسددها كان عبد الله عيش، الكرة بتروح لركلة ركنية. حسام اللواتي لاعب قدامنا يلي برز بشكل كتير كبير، واللاعبين التوانسي يلي عم نشوفهم أكثر وأكثر رح نشوفهم بدوري ألفا، مراد الهذلي اللاعب يلي وقع على كشوفات نادي النجمة موجود اليوم على مقاعد الاحتياط، رح نشوفه بالدوري اللبناني. ركلة ركنية بتقتفز داخل منطقة الجزاء، والمغنية يلي بيلتقط الكرة، مغنية اللي عم يشتغل كتير منيح عليه جهاد محجوب ووزنه كتير نازل لعسن مغنية، واحد كمان وقت بيكون جاهز من ابرز حراس المرمى بلبنان. عباس عطوي اونيكا على الجهه اليمنى، عباس عطوي لاونيكا بيتقدم بيتقدم بيتقدم، يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، السبع السبع
السبع بيطلع من مرميه ليلتقط الكرة بسهولة تامة. ذكي كتير علي السبع حارس النجمة الأول هالموسم، بعد خروج عباس حسن من فريق النجمة علي السبع هو الحارس الأول. كرة هون عم تنقطع من فريق النجمة، بشتتها حيدر خريس لخارج الملعب، رمي التماس. حكام المباراة ماهر العلي بعينه علي المقداد وبلال عرفي، والحكم الرابع مصطفى سعيفين. دايما الثقة موجودة بالحكام اللبنانيين وبالحكام الصاعدين يلي منتمنى لهم مستقبل كتير منيح، منتمنى لهم التوفيق. منك سهلة ابدا واحد يكون حكم، لانه بتعرفوا الامور بدها دراسة، بدها متابعة، بدها لياقة. فرصة لفريق الانصار داخل منطقة الجزاء، اللواتي اللواتي او الكرة هون، وتسديدة كانت من حسن معتوق، اول فرصة للمعتوق على مرمى فريقه السابق. هيدا المعتوق عم بيسدد، يا معتوق يا معتوق. هل اذا سجل المعتوق رح يحتفل بمباراة اليوم؟ ما بتصور ابدا اذا سجل رح يحتفل بمرمى فريق النجمة. ركلة ركنية مع حسن معتوق يلي رح ينفذ الكورنر. معتوق بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. فريق الأنصار بخط الهجوم عم يفتقد للحج مالك يلي موجود على مقاعد احتياط. الحج مالك سوبر سوبر، هيدا دايما تيرمينيتور فيكم تسموه للحج مالك قدام المرمى. كل الفرق اللبنانية بتعرف مين الحج مالك، الشباك بتعرف مين الحج مالك، الملاعب الأهداف المرمى بيعرف مين الحج مالك، وأنا بعرف كتير منيح مين هداف الدوري لموسمين متتاليين. 10 دقائق على بداية المباراة مع الحرارة العالية كتير والشوب العالي كتير، يعني رح نتابع المباراة. ما تظلموا اللاعبين إذا شفتوهم بمحل قصروا أو بمحل كانت تمريرة خاطئة أو تسديدة، لأنه الجو منه مناسب أبداً لا يقدر واحد يكون مرتاح. كرة أمامية، فرصة لفريق النجمة داخل منطقة الجزاء، مطالبة بركلة جزاء، بنالتي. الحكم ماهر العلي بيقول ما في شيء أبداً. اعتراض كبير من طارق جراية، اعتراض من جمهور فريق النجمة، و مطالبة شربل بركلة جزاء بنالتي ببداية المباراة لصالح فريق النجمة. ماهر العلي قال ما في شيء. يعني مش بس الأجواء المناخية حارة بمدينة طرابلس الشمالية وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي، إنما أيضا على أرض الملعب. عم نشوف هون الدخول ومحاولة المرور والسقوط على أرض الملعب. حسام اللواتي عم يقول ما في أي شيء على خليل بدر، وماهر العلي قال نفس الموضوع. هون لحظة سقوط خليل بدر ومطالبة النجمة بركلة جزاء. مويزيس لوكاس هو اللي كان عم يشترك بالكرة الأخيرة، إضافة إلى حسام اللواتي اللي عقلنا اليوم عم يلعب بدور جديد، دور لاعب الوسط المدافع. حسام اللواتي جوكر فريق الأنصار بكل المراكز، بيقدر يكون موجود بالوقت اللي الحاضر بقوة حاليا على أرض الملعب. هو فريق النجمة عم يمنع الأنصاريين من التقدم. كرة أيضا مقطوعة هون من محمود قعور يلي عم يسقط على أرض الملعب وعم يحصل على خطأ. النجمة بشكل جيد ببداية هالمباراة، بشكل ندي عم يواجه الانصار. حسن معتوق عم يعترض عند ماهر العلي، التوتر حاضر على ارض الملعب. شفنا قبل بدايه اللقاء الحكم ماهر العلي وكانه يعني انا لبحته عم يرفع الانذار بوجه احمد تكتوك. ما بعرف طارق جرايه كان الى جنبه، رح نتاكد تحديدا من اللي صار ولمين رفع الانذار فعلا ماهر العلي، ونعرف الاسباب يلي حصلت قبل بدايه المباراه. على كل حال اللعب مستمر حاليا مع وصولنا للدقيقه 12 والانطلاق بوسط الملعب مع المعتوق بدور الحر، بمرر الكره لاونيكا. اونيكا التمرير الاماميه، ثلاث لاعبين سابقين بنادي العهد وتفاهم واضح بين الثلاثي المرعب اونيكا موني والمعتوق. علي الحاج هو عم يستلم حاليا، بيحاول ينطلق علي الحاج بين ثلاث لاعبين من الانصار، عم يسقط وعم يحصل على خطا امامه لعباس عطوي. اونيكا ثقة كثير كبيرة عم ياخذها علي الحاج اليوم، عم ياخذ مركز مين؟ مركز اللي عدتنا نشوف حسن معتوق في المواجهة بين معتوق وفريقه السابق. وطبعا علي الحاج اللي عنده فرصة كبيرة ليثبت نفسه انه هو النجم المقبل، النجم القادر على تعويض المعتوق. ساعة
حسين شرف الدين بحرك الركله الحره. عبد الله عايش بيعرف هالملعب كثير منيح، ملعب فريقه السابق طرابلس يلي انتقل منه الى النجمه بالموسم الحالي. كره ملعوبه للخلف عند قائد النجمه قاسم الزين. على الجهه اليمنى علي فاروخ، التمريره الاماميه، محاولات للتحرك من النجموية بالوقت يلي الكرة حاليا بوسط الملعب مع مهدي زين. مهدي تحت الضغط، مهدي زين بحافظ على كرته ممتاز جدا وعم يحصل على الخطأ. يعني اللاعبين الشباب عند فريق النجمة حاضرين بشكل كثير كبير بشخصيتهم القوية على أرض الملعب بالوقت الحالي، تحديدا عم بحكي عن مهدي زين، عن خليل بدر، محمود قاور وعلي الحاج اللي عم ياخذوا المبادرة. شوف هون مهدي زين كيف كان عم يحمي كرته أمام حسام اللواتي، عم يسقط وعم يحصل على الخطأ. الوقت يلي لاعب متوقف حاليا جمهور النجمه عم نشوفه امامنا على الشاشه بالجهه المقابله للمنصه الرسميه، وجمهور الانصار يلي ملأ المدرجات المخصصه لإله بالجهه المقابله. يا ريت تقدروا تشوفوا الحضور الانصاري مثل العادي يعني بطرابلس، الحضور الانصاري الكبير، لاحظوا الانصاريين وين موجودين. هيدي هي اللعبه الشعبيه الاولى بلبنان، هيدا هو طبعا جمهور قطبي الكره اللبنانيه، جمهور النجمه والانصار. بغض النظر شو وضع الفريقين، بغض النظر أهمية البطولة، طبعاً عم بحكي عن وضع الفريقين الفني بمرحلة تحضيرية، نحن ما في أي فريق جاهز بنسبة عالية بنسبة 100%، إنما كل الفرق عم تتحضر، كل الفرق عم تستعد، كل الفرق عم ترسم صورة جديدة، والأهم إنه الصورة الأجمل يلي عم تباع لكرة القدم اللبنانية هي عبر شاشة ام تي في مشاهدينا، وبالنقل المباشر أقل من ربع ساعة على بداية مباراة النجمة والأنصار بدور المجموعات بكأس النخبة. والتعادل السلبي لا يزال مسيطر، بذكر انه بالجوله الاولى ضمن المجموعه الثانيه الانصار كان فاز على الاخاء الاهلي عليه 1-0 بهدفه لمحمود كوجوك، بينما بالمجموعه الاولى الساحل كان عم يفوز على الاهد 3-0. طبعا فريق الاهد اللي عم يخوض هالدوره او هالبطوله بتشكيله مؤلفه من اللاعبين الشبان، غزيه والاهد عم يتقابلوا حاليا بنفس توقيت هالمباراه. بالوقت يلي المعطوع عم يستلم الكره، عم يحاول يمر، عم يحاول يروح، المعطوع عم يهرب، المعطوع عم يروح، المعطوع عم يستمر بتقدمه فول باور. اليوم المعطوع عم يلعب كره على الجهه اليسرى لعند مين؟ لعند موني. موني 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 هو عم يتقدم، موني على المشار منطقه جزاء، ممكن نشوف التسديد الانصاريه. موني عم يتقدم، لا يزال عم يواصل تقدمه. موني بيلعب الكره لعند سوني سعد، سوني سعد صعب تسديد قويه، بيسدد روعه 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 روعه. الانصار عندما بيعمل هجوم بيكون فعلا اعصار، من المعتوق لموني، من الموني لسوني، والتسديده القويه خطيره جدا كانت. شوفوا التفاهم الكبير عند لاعبي الانصار، قلت بيتمتع بتسديدات قويه، سبعني ورد وسدد الى جانب مرمى السبع. الشباك النجمويه مره جديده عم تنجم بعد المعتوق، سوني حط النجمويين تحت التجربه، تحت الواقع الصعب لعلي السبع، انما هالمره الكره ضلت الطريق الى الشباك بالاعاده مره جديده. صاروخ سوني سعد، الصواريخ اللبنانيه للاعب الامريكي المولد يلي شفنا واحد من اجمل اهداف دوري الفا، اذا ما كان اجمله بالموسم الماضي بتوقيع سوني سعد عندما سدد كره صاروخيه بشباكه لمصطفى مطر حارس مرمى السلام صغرت على ملعب بيروت البلدي. على كل حال الانصاريين حاضرين جاهزين، والمعتوق ايضا هو عم يحصل على الخطا حاليا من حسين شرف الدين. ماهر العلي، مباراه منا سهله بالتاكيد على ماهر العلي، مثل ما هي منا سهله على الانصار والنجم. اونيكا بحاول يغير اتجاه اللعب، انما الكره بتروح من محمود قعور. في تسلل، في تسلل، في تسلل، الحكم بيقول ما في اي شيء، مع انه الحكم المساعد الاول رفع الرايه وعاد ونزل. على كل حال القرار كان لماهر العلي، واللاعب عم يستمر مع المعطوء، عم يقاتل على كل كره. ما بقول المعطوء هالروح اللي عم يلعب فيها اليوم، وعبد الله عيش عم يرتكب الخطا على حسن معطوء، يعني الروح يلي عنده اياها المعطوء وكانه نازل على المباراه وهو بده يثبت نفسه، انما الكل بيعرف امكانيات معطوء، بيعرف قدرات المعطوء. المعطوء على ما يبدو له كلام اخر من خلال هالمباراه، عم نشوف حسن معطوء بكل الملعب، عم نشوف حسن معطوء حاضر على كل هجمة أنصارية، وعم نشوف المعتوق عم بيشاكس ليل. هن المرات شفنا فيهم حسن معتوق بهالحالة الشرسة على الصعيد الدفاعي مع أونيكا لعند سوني. سوني بيلعب الكرة عرضية خلفية، إنما الكرة عم تمر عن جميع لاعبي الأنصار، وبتبقى مع الفريق الأخضر مع حسام اللواتي لعند الشبريكو. شوفوا الشبريكو وحسين عواض الظاهرين دائما ملتزمين بمراكزهم بالوقت يلي عم شوف جواو باولو ومواطنه البرازيلي موزيس لوكاس. قلبي الدفاع عم يتقدم ولمواكبة الهجمات. موزيس لوكاس لاعب رقم 12، شوفوا ملا
قوة بدنية عنده إياها بذكرني كثير بمدافع الأنصار السابق فابيو اللي أيضا لعب لفريق العهد. كرة حاليا بالخلف مع مويسيس لوكاس منه لعند حسين عواضة سينو أيضا اليوم بمركز الظهير الأيمن لا يزال غياب نصار عن التشكيلة الأنصارية. اللاعب يلي تعودنا نشوفه موجود بمركز الظهير الأيمن نصار عم بغيب اليوم إذا عن تشكيلة الفريق الأخضر. أكيد بننتظر نشوف الفرق بصورة مغايرة كليا مع انطلاق الموسم الجديد، انطلاق دوري ألفا يلي طبعا مشاهدينا رح تشوفوه للموسم الثالث على التوالي مباشرة وحصريا عبر شاشة ام تي في مع مواكبة كبيرة لكل المباريات. كرة ملعوبة عبد الله عيش مقطوعة بتروح لعند علي الحاج ممتاز الشغل اللي عم يعمله علي الحاج لكن محاصر من خمس لاعبين الأنصاريين ورغم الشعب يقدر يمر الكرة عم تتوقف لعند سينو. يعني فارس الأمور واضحة جدا النجمة ما منه يعني منه عم يستعمل يعني إذا فينا نقول عم يستعمل الدفاع كوسيلة للهجوم مثل ما بينقال إنما النجمة عم يهاجم بقلب كبير وعم يواجه الأنصاريين هجمة بهجمة بتنقص النجمويين فقط بالثلث الأخير إنه يقدروا يصنعوا الخطورة يلي عم تكون عبر مبادرات فردية تحديدا عبر علي الحاج وخليل بدر مثل الكرة الأخيرة أيضا يلي كان عم يحاول من خلالها يخترق المنطقة محمود قعور وتواجه مع حسام اللواتي. فعلا حسام اللواتي عم يعمل شغل بمركزه الجديد اليوم. شربي الهيدا اللي بنقوله دايما بغض النظر مباراة الأنصار والنجمة الأسماء بدنا ننسى الاسماء لانه حتى اللاعبين الشباب بيقدموا كل شيء في عندهم بيعطوا كل شيء بيملكوه بهالمباراه لانه بنعرف الشحن المعنوي الشحن يلي بيكون لكل اللاعبين حكي الشارع السوشيال ميديا قبل المباراه فبفوت على المباراه عم بيعطي كل شيء في عنده بيعطي اكثر من طاقته 100 مره. انصار نجمه حلاوه كره القدم اللبنانيه كره داخل منطقه الجزاء من دون تركيز ابدا هالكره بتلعب من مهدي الزين ما بيقدر حدا يستفيد منها والكرة أنصارية بهالوقت طارق شرايا وبلال فليفي المساعد نزار محروس موجود كمان بالمكان المخصص له. نزار محروس لاعب منتخب سوريا السابق اللي لعب أكثر من 100 مباراة مع المنتخب السوري. أونيكا يتقدم بغيب عن صفوف فريق النجمة كمان اليوم علي حمام اللي وصل من السفر متأخر علي حمام والتحق يعني بالتمارين. إدريسان يانغ عنده إصابة صغيرة ومحمود سبليني بالإضافة إلى ماهر صبرا يلي انتظم بالتدريبات العادية بانتظار إنه اللياقة تكون موجودة والجهوزية الفنية. بطاقة صبرا بهالوقت لحسين عواضة عم ياخد إنذار لاعب فريق الأنصار حسين عواضة يلي جدد عقده مع فريق الأنصار يرجع بيقوم عبد الله عيش. عبد الله عيش بيعرف كثير منيح الملعب كان مع فريق طرابلس يلعب على هالملعب تحديدا هون الخطأ يلي صار والاحتكاك يلي صار تحت انظار الحكم الرابع مصطفى سعيفين وتحت انظار الحكم ماهر علي. مباراة الانصار والنجمة دايما بتكون في حساسية خاصة بين الفريقين لهالسبب الحكم بده يعد دايما للعشرة وبده يكون قراراته صارمة قراراته صريحة. حلوة كثير من اللواتي بيمدح هون بشوفه للعواضة. العواضة بيتقدم لمين بده يلعب العواضة بفضل يرجع للأونيغا. أونيغا منه للواتي. اللواتي بمنتصف ملعب عنده رؤية كثير حلوة هاللاعب يعرف وين بده يمرر. شبريكو أمامية للمعطوء المعطوء 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 بيدخل وبالنهاية المعطوء كرة لخارج الملعب. تعليمات شراية واضحة ممنوع يتنفس حسن ممنوع يمرق حسن معطوب ممنوع يعمل دريبل عن اي لاعب لانه خطوره حسن معطوب دائما موجوده. شوفوا واحد اثنين ولهلا عم بيقوم بواجبه علي فروخ الظهير الايمن بصفوف فريق النجمه على اكمل وجه. هيدا المطلوب من علي فروخ. علي السبع بيلعب الكره اماميه عاليه بيبعدها المدافع البرازيلي مويزيس لوكاس دا سيلفا. خلينا نقول له دا سيلفا. اونيكا بيمرر بهالوقت لحسن سعد سوني داخل منطقه الجزاء عليه لاعبين لاعب واحد ما بيكفي لاعبين حسين شرف الدين وعاصم الزين. وين رايح وين رايح وخطا جديد هالمره على عبد الله عيش
عبد الله عايش عم ينفذ رمي التماس وكانه ما في شيء ابدا، هو ارتكب خطا ونزار محروس عم بيطالب الحكم ببطاقه صفراء، عم بيقول له لازم ياخذ بطاقه صفراء عبد الله عايش على هالخطا يلي ارتكبوه. جمهور الفريقين عم يتابعوا المباراه، جمهور الانصار اليوم عدده اكبر من جمهور النجمه. داخل منطقه الجزاء حسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم بيتقدم بيلعب الكره راسيه كانت من اللاعب البرازيلي دا سيلفا، عم نشوفه قدامنا مويزيس لوكاس دا سيلفا يلي على السبع بيلتقط الكره وبيحرم فريق الانصار من الهدف الاول بالمباراه. حسن معتوق هيدي المباراه مباراه وبده يثبت حسن معتوق يا شربيل انه انا المعتوق، انا افضل لاعب من لبنان، انا حقي موجود دائما. قد ما ينطلب بحسن معتوق يعني صفقه منا خسرانه ابدا، وهذا الشيء اللي بده يبرهنه حسن معتوق بمباراه اليوم بمواجهه زملائه السابقين بمواجهه فريقه السابق. وكمان ما بدنا ننسى اذا بنطلع بالانصار اليوم منلاقي في موني في عباس عطوي في حسن معتوق ثلاثي خطر كثير ظهر من فريق العهد، خلينا نقول مرقوا مع فريق العهد، وفريق العهد ما بيتاثر باي لاعب، بعضه البطل وبعضه محافظ على صوره البطل بالرغم من انتقال ابرز لاعبينه لبقيه الانديه اللبنانيه. يعني فارس حسن معتوق لا جدال لا كلام حول قدراته حول امكاناته، يعني مش جديد يلي عم يعمله حسن معتوق على ارض الملعب، ولا انه حسن معتوق بحاجه ليفرج حدا او يبرهن لحدا انه شو قادر يعمل على المستطيل الاخضر. حسن معتوق حسن معتوق بغض النظر عن الالوان يلي عم يرتديها، حسن معتوق هو المتعه، هو الروعه على ارض الملعب، هو صاحب الفنيات والامكانيات العاليه، قائد منتخبنا. عم نشوفه بالاعاده هون بالكره العرضيه، لكن راسيه بوزيس لوكاس بين يدي علي السبع بسهوله تامه كان عم يلتقطها. الخطوره الانصاريه مره جديده، نعم الانصار اخطر، الانصار يعني طبعا يلي فاز فقط مرتين على النجمه بتاريخ لقاءاتهم ال 14 ضمن مواجهاتهم بكاس النخبه، كان في ست انتصارات للنجمه وست تعادلات بين الفريقين باللقاءات ال 14 بذكر بيناتهم بكاس النخبه، اولهم كان عام 1996 والمباراه النهائيه اللي فاز فيها النجم 1-0 بهدفه لاحمد بوره، واخرهم طبعا بدور المجموعات بعام 2017 عندما فاز النجم ايضا 3-2 على البابا والحاج مالك، كانوا سجلوا للانصار موسى كبير وحسن محمد ونادر مطر هن يلي كانوا سجلوا لفريق النجمة. على كل حال النجمة هو النجمة بكأس النخبة 11 رقم، ثلاثة منهم على التوالي، هو طبعا مع معتوق فاز بالموسم الماضي وبالصيف الماضي بلقب النخبة، إنما اليوم الأمور مغايرة، الأنصار عم يطمح لكل الألقاب وهذا أمر واضح من خلال تركيبة الفريق الأنصارية بالموسم الجديد. مع كرة حاليا عم يخسرها جهاد أيوب، بتروح عند خليل بدر بيحاول ينطلق، خليل ممتاز جدا طلق بشكل كبير مع الشباب الغزي بالموسم الماضي، أيضا عبودو إيساكا المهاجم الغاني، كرة لعند علي الحاج، علي الحاج بحافظ على كرته أيضا ممتاز، عم يكون الكرة تمريرة أمامية مقطوعة مرة جديدة من مويزيس لوكاس اللي عم يقدم نفسه بشكل جيد بعد التمريرة الأمامية البينية سونيسان، مين أسرع على السبع هو الأسرع، السباق إلى الكرة بعد بينية أونيكا صاحب النظرة الثاقبة عين النسر يا أونيكا، الرقم 10 مرة جديدة للرقم 7 حسن معتوق يلي عم يطلع، حسن معتوق عم يعمل إياه على أرض الملعب، يا سوني يا سوني موني كيف بانتظارك شو عملت؟ حسن سوني سعد اختار يسدد بقدمه الضعيف بقدمه اليسرى، انما الكره كانت عم ترتد والانصار عم يفوت فرصه، عم يفوت فرصه حقيقيه وفرصه ثمينه لافتتاح التسجيل، رح تشوفه بالاعاده الشغل الكبير يلي عم يعمله معتوق مره جديده على الجهه اليمنى، سوني دائما عم يروح على العمق، هذه النقطه اللي تحدثت عنها مع كابتن جمال الحاج، سوني بالعمق هون التمريره لعند مين؟ التمريره كان مفروض تكون لموني الى يسارك، ما بين بالكادر بلا بين بالكادر بين علينا، لكن ما بين على سوني فرصة انصارية ثمينة جدا عم تضيع للفريق الاخضر. 27 دقيقة اربع فرص حقيقية عم تكون لفريق الانصار على مرمى النجمة، الجمهور الاخضر بانتظار افتتاح التسجيل بالوقت يلي النجمة متمسك بطموحاته، متمسك باماله، متمسك ايضا بقدرة لاعبينه الشبان يلي عم يقدموا 28 دقيقة جيدة جدا، اداء رجولي تحديدا من بعض اللاعبين يلي عم يطلوا للمرة الأولى علينا عبر شاشة ام تي في، مثل علي فاروق، مثل حيدر خريس يلي كان معارب الموسم الماضي إلى فريق البرج وساهم بصعوده إلى الدرجة الأولى، هذا نزار محروس المدرب السوري اللي فيه يقول عائد إلى لبنان هالمرة إلى فريق الأنصار نزار محروس،
ومع الأنصار ينتظر الألقاب مثل ما بينتظر منه طبعاً الأنصاريين العودة إلى منصة التتويج تحديداً على صعيد بطولة الدوري. مع المرة اللواتي هو عم يهرب على شانه من اللواتي عم يفترض البطل فرصة هدف أول هدف أول هدف أول هدف أول سجل الأنصار ومع انفجرة الفرحة الأنصارية بمدرجات الطرابلسية ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس فعلا عم يهتز على وقع التسديدة تسديدة بوني اللي أزدت الشباك المرة يا سوني شفت كيف بيمرروا شفت كيف بيلعبوا العرضية العرضية التونسية من اللواتي أفضل صانعي الألعاب بالموسم الماضي كان عم يصنع أول أهداف على المباراة جمهور الأنصار فرحة كبيرة فرحة من دون شك مستحقة للأنصاريين اللي مثل ما قلت كانوا على الطرف الأخضر شوفوا اللواتي كيف هرب اللواتي هرب اللواتي اخترق اللواتي مرر الكرة على طبق من ذهب موني ما فكر مرتين سدد بقوة بالشباك على السبع هالمرة ما في رحمة بلا قلب أطلق رصاصة قاتلة فعلا بقلب الشباك بقلب الشباك النجموية لتعلن عن أول الأهداف الأنصارية إذا الأنصار واحد النجم صفر اللواتي هون استغل سقوط حسين شرف اثنين تأخر عبد الله عاش وعلى غفلة من باقي مدافعي النجمة الكرة اللي ارتدت من علي السبع إلى موني افتتاح التسجيل فعلا فارس لفريق الأنصار بتسديدة بالدقيقة 28 عبر حسن شعيط موني يعني فينا نقول المنطق فرض نفسه من بداية مباراة فريق الأنصار بهالتشكيلة الكاملة باستثناء الحاج مالك مع تشكيلة من الشباب عم بيخوضها فريق النجمة لهالمباراة عنده الأفضلية عم بيكون فريق الأنصار من خلال الاختراقات يلي عم بتصير على مركز الظهير الأيمن خاصة بينما الظهير الأيسر علي فاروق عم بيقوم بدوره على أكمل وجه من بداية المباراة تمريري حسام اللواتي وصلت يعني بالصدفة لموني ما كان عم بمرر لموني كان عم بمرر لسوني سعد أبعدها على السبع وصلت لموني موني من دون خطأ موني من دون صعوبة عم بيسدد داخل الشباك ليعلن يعني تقدم الأنصار صار نص ساعة على بداية المباراة والنتيجة 1-0 تقدم الأنصار تقدم نزار محروس على النجمة على طارق شرايا بهالمباراة افتتاحية لفريق النجمة بكأس النخبة الأنصار كان حقق فوز على الإخاء الأهلي علي 1-0 هدف كان لمحمود نجم بدايه 81 من المباراة هيدا لقاء ال 15 اليوم بين الفريقين النجمة سجل 6 انتصارات 6 تعادلات مرتين الأنصار فاز بس على النجمة بكأس النخبة النجمة سجل قبل هالمباراة 22 هدف بمرمى فريق الأنصار بكأس النخبة بينما الأنصار سجل 14 هدف سوني سعد كان لازم يترك الكرة سوني سعد ما قدر إنه موني قدام رح توصل لموني لو ترك الكرة موني صاحب الهدف الوحيد هلا بالمباراة بمرر لشبريكو ترجع لموني موني تمريرة خاطئة تنتقل سريعة لفريق النجمة شو بده يعمل اللاعب الأجنبي إذا ما كان في حد وحدا يقدر يمرره إذا ما كان في لاعبين من مستوى نادر مطر لاعبين من مستوى أبو بكر المل عم بيحكي بالتشكيلة مراد الهبلي إذا ما كان موجود كيف بدنا نختبر اللاعب الأجنبي عباس عطوي اونيكا بمرر لعواضه عواضه 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 بيتقدم عواضه بكل المراكز بيلعب عواضه بمرر لعطوي عطوي منه للمعتوق المعتوق داخل منطقه الجزاء المعتوق عاصم الزين بيقطع الكره بطريقه سليمه عاصم الزين بيعرفك يا معتوق حافظك يا معتوق بيعرف كل الكرات بس المعتوق باي لحظه بيقدر يضرب باي لحظه بيقدر يسجل باي لحظه بيقدر يمرر هدف اسس للمعتوق هيدي الامور دايما موجوده عند افضل لاعب بالدوري اللبناني عند افضل لاعب بالسنوات الاخيره مرق على الكره اللبنانيه على السبع لانه لقاسم الزين قاسم الزين بالخط الاول الثاني تعرض للخطا قاسم الزين وبهالوقت على ارض الملعب في اصابه قاسم الزين وماهر العديد والحديث بين هون الأول
الثاني ثالث والخطأ يلي صار جهاد أيوب يلي انتقل هالموسم لفريق الأنصار من فريق البقاع وراح يكون موجود مع كتيب الخضرة مع الزعيم الأخضر صاحب 34 لقب موزعين عم نحكي بين الدوري والكأس النخبة والسوبر بينما النجمة 31 لقب أيضا بين الدوري الكأس النخبة والسوبر جمهور كتير كبير عم بيتابع شاشة الكبير وصلنا صور بالكافيات بالمقاهي قاعدين عم بيتابعوا المباراة قاسم الزين عم يحصل على انذار ماهر العلي ما عم يرحم حدا من بداية المباراة عم بيوزع بطاقات ماهر العلي أربع بطاقات لهلا بيرجع بنقول جهاد أيوب الأول الثاني الثالث مع الخطأ اللي صار بس الحكم كان عم يحتسب خطأ قبل لصالح قاسم الزين 33 دقيقة على بداية المباراة النتيجة تقدم الأنصار على النجمة 1-0 فريق النجمة لهلا ما عنده محاولة خطرة على مرمى فريق الأنصار محاولات خجولة عم بتكون وفي تسلل على عبد الله عيش عبد الله عيش كان موجود بموقع التسلل ارتد الخلف ليستفيد من الكرة لياخذ الكرة أول ما لمس الكرة الحكم المساعد بلال عرفي عم يرفع رايته ليعلو عن حال التسلل حسين عواضة حسين عواضة بيتخطى الأول الثاني الثالث بعد الكرة مع حسين عواضة مش لوقت كتير لأنه حسين شرف الدين بيرجعها لعند علي السبع وعلي السبع بيلعب الكرة أمامية لاعب برازيلي سهل كتير ليبعدها حسين عواضة وين ما كان بكل الملعب حسين عواضة لاعب كامل لاعب متكامل فيك تكون مطمن بالك يا نزار محروس هالموسم عندك بكل مركز ثلاث لاعبين وهيدا المطلوب ليقدر الانصار يستعيد زعيمه الكره اللبنانيه ليرجع للالقاب يلي افتقد لها خاصه لقب الدوري بينما فريق العهد ايمن بيشتغل على السكت وحسب معلوماتنا شربل اللاعب التونسي القادم لفريق العهد كنا بحديث انا وحسام اللواتي قبل بدايه المباراه كان عم بيقول لي لاعب بالمستوى عالي جدا جدا اللاعب التونسي يلي مبدئيا رح ينضم لصفوف فريق العهد ليكون الى جانب كتيبه باسم مرمر هالموسم. يعني احمد العكايشي اسم غني عن التعريف من دون شك لاعب كان عنده صولات او جولات ان كان بالملاعب الافريقيه وحتى الاوروبيه والخليجيه يعني بالمانيا لعب مع انجولشتات في الخليج لعب مع الاتحاد اتحاد جدة الفريق الغني عن التعريف وصوله إلى فريق العهد من دون شك راح يكون إضافة إيجابية كتير كبيرة للعهد وإضافة هجومية مهمة جدا قبل لقائه بنهاية منطقة غرب آسيا بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي مع الجزيرة الأردني هون حالة التسلل يلي عم يعترض عليها بشكل كتير كبير فريق النجمة حالة التسلل اللي احتسبت على خليل بدر رواد حسين عواضة عم يحصل على الخطأ المرة من عبد الله عيش خطأ لمصلحة فريق الأنصار أقل من 10 دقائق على نهاية الشوط الأول طبعا على الهاف تايم رح نكون بحديث مع كابتن جمال حاج صدقوني عندنا الكثير اللي نحكي فيه نحكي كثير عن فريق النجمه رغم تاخره بالنتيجه لانه بينقصوا بعض الانسجام والتناغم بين اللاعبين الشباب ليقدروا يكونوا عم يحققوا طبعا او عم يسجلوا اداء افضل على ارض الملعب لكن اكدوا حضورهم الجيد جدا بالشوط الاول من هالمباراه تعب بدي اعتبر حضور لاعبي النجمه الشبان جيد جدا الرغبه الروح القتاليه طبعا السعي لاثبات النفس بشكل كثير كبير واضح جدا بوقت يلي ستوني بيصراع مع حسين شرف الدين اللي عم يقطع الكره الى خارج ارض الملعب رمي التماس لمصلحه الانصار بالوقت الحالي كره ملعوبه بوسط الملعب حسام اللواتي موني كيف بحاصروا منطقه النجمه بخمس لاعبين هيدا امر فعلا مرعب بالنسبه لأي خصم عم بواجه الأنصار أو لكل خصوم الأنصار بالمراحل المقبلة حتى ست لاعبين بيكونوا بالعملية الهجومية الحصار لكن بده ينتبهوا كثير منيح الأنصاريين ممكن ينكشفوا بأي لحظة إذا شو فاولو وعم يقطع الكرة أيضا ممتاز لحد الوقت يعني المنافسة بين اللاعبين البرازيليين جو فاولو وموزيس لوكاس على كسب مكان بالتشكيلة الأنصارية الأساسية للمرحلة المقبلة مين رح يخلف أبو بكر ليو كامارا
كلاعب مدافع اجنبي يعني حسام اللواتي والحاج مالك باقيين مددوا عقدهم كان بالموسم الماضي مع نهايه الموسم الماضي وحتى قبل نهايه الموسم الماضي كان تم الاتفاق مع اللاعبين. هذا حسام اللواتي صعب التمريره الحاسم يلي من خلالها ادرموني يسجل الهدف الاول بالمباراه. الانصار 1-0 مع وصولنا الى الدقيقه 38. اللاعب متوقف مره جديده صافرات ماهر علي كانت كثيره مثل ما هي الاحتكاكات كانت كثيره وكبيره بالشوط الاول من المباراه. كره عند شمبريكو على الجهه اليسرى بتنتقل لعند مين؟ لعند جهاد ايوب صاحب القدم اليسرى الجميله منه لعند الاونيكا. يا سلام على لاعبي الانصار عند ما بينه الكره بطريقه سلسه بطريقه سهله وبيلاقوا بعضهم بشكل كثير كبير. حسين عواضه بيسلم المعتوق وبيروح على الجهه اليمنى الاستلام من عواضه. الادفانتج موجود الادفانتج موجود فعلا الادفانتج موجود. المعتوق عم يهرب على الجهه اليمنى مره جديده الكره العرضيه انما لعند علي السبع المره ارتدت من عبد الله عيش الى علي السبع بالوقت يلي حسين عواضه ايضا رجع ليجدد تفاهمه مع زملائه السابقين بفريق العهد. يعني عدد من اللاعبين يلي مروا بصفوف بطل لبنان اليوم عم بيكونوا اضافه كثير كبيره لفريق الانصار. مويسيس لوكاس بيقطع الكره مجدد مع اونيكا. الاستحواذ الاكبر هو لفريق الانصار بالوقت الحالي مع كره ملعوبه حاليا. سوني بوسط الملعب ما في اي لمسه يد بيقول الحكم ماهر العلي ممتاز كان قريب الحالي. اونيكا يا سلام عليك يا مايسترو عم يعرف يلاقي زملائه بشكل كبير. المعطوع عم يحاول يمرر عم يجي عم يتلاعب بعبد الله عيش. المعطوع عم يلعب العرضيه الخلفيه المره عم تنقطع. ما معقول شو عم يعمل المعتوق على ارض الملعب تحديدا من وقت ما انتقل من الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى. قالوا لسوني روح خذ المركز اللي بدك اياه خذ المكان اللي بدك اياه على ارض الملعب واترك للجهه اليمنى. عم يعمل العجيب هيدا يلي فيه يقوله معتوق بالشوط الاول. لاحظوا استلم الكره بكل مره عم يستلم فيها نقطه ضعف النجمه اصبحت واضحه على الجهه اليسرى. شوفوا كيف تلاعب بعبد الله ايش خدعه تماما لعب على الخلفيه باتجاهه لسوني لكن الكره هالمره ما وصلت للرقم 8 الى خارج ارض الملعب. رمي التماس رح تكون للانصار بالوقت يلي على السبع عم يتلقى العلاج. 22 هدف سجل النجم بمرمى الانصار بكاس النخبه ومع هدف موني اليوم الانصار عم يرفع رصيده الى 15 هدف بمرمى النجم بهالبطوله. يعني المعتوق عم يدوق النجمويين اليوم يلي اضاقوا للانصاريين طوال موسمين. اخر مره التقوا فيها النجم والانصار بالدوري بالجوله 20 تحديدا الموسم الماضي كان النجم عم يفوز 1-0 بهدفه للمعتوق علما انه فاز ذهابا ايضا 4-2. هدفين كانوا بوقتها لنادر مطر حاج مالك واللواتي هني اللي سجل للانصار. الانصار بنهايه المشوار كان هو عم ياخذ مركز الوصافه خلف العهد بعد ما كشف عن وجهه الهجومي الرهيب. 53 هدف للانصار 26 بالذهاب و27 بالاياب. حاج مالك موني سوني واللواتي مجموع اهدافهم كانت 38 من اصل 53. طبعا حاج مالك توج هداف للموسم الثاني على التوالي ب 19 هدف. موسمه الاول كان عنده 15 موسم الثاني 19 ومعتوق صاحب السبع اهداف ايضا بالموسم الماضي عم ينضم لهم. يعني مع وجود الحاج مالك مع فريق الانصار وموني وسوني واللواتي ومعتوق بيكون الانصار عم يجمع 45 هدف شاهدناهم وتبعناهم واستمتعنا فيهم بالموسم الماضي. النجمه بمرحله الدفاع عن لقبه بكاس النخبه فاز بالموسم الماضي 1-0 على لقاء الاهلي علي. هيدا هو الحاج مالك هيدا هو السفاح هيدا هو مرعب الحراس وجلاد الحراس على مقاعد البدلاء. يعني فارس مشهد ما تعودنا نشوفه ابدا ابدا. حاج مالك على البنش لكن باي لحظه بيقدر يفوت وبيقدر ياذي. هيدا اللي كنت عم بقوله انا شربي لانه فريق الانصار صار عنده بكل مركز لاعبين ولاعبين من نفس المستوى. صحيح حاج مالك مميز كثير بس هجوم الانصار بامين بحل حاج مالك لا سمح الله اصيب او كان عنده تراكم انذارات. ما بينخاف ابدا على فريق الانصار. الحاج مالك وقت بيكون بارض الملعب اكيد قوه هجوميه رح تزيد. حيدر خريس بيرجع الكره لحسين شرف الدين منه لقاسم الزين قاسم الزين لحيدر خريس. حيدر خريس عم بفتش لمين بده يلعب الكره لمين بده يمرر الكره لعلي الحاج. حيدر خريس صعبه صعبه كره النجم لتوصل لمنطقه الانصار بينما فريق الانصار وصوله لمنطقه نجمويه اسهل بكثير عم بتكون. قاسم الزين بيلعب كره عاليه الشبريكو بلمها رمي التماس
رح تكون لصالح فريق الانصار مع اعتراض من طارق شرايا عم بيطالب برمي التماس لإله يعني لفريقه. رمي التماس قبل 3 دقائق على نهايه الوقت الاصلي لزمن الشوط الاول والتقدم انصاري 1-0. جمهور الانصار ما سكت من بدايه المباراه عم بيشجع فريقه من اول دقيقه. حسن معتوق وحسين شرف الدين. حسين شرف الدين بيوقف المعتوق بهالكره، يعني مش كل كره بده يمرق المعتوق ومش كل كره بدها تتوقف عن المعتوق، بس وقت يقطع المعتوق عملوا حساب انه كره خطره كثير. تدخل بهالوقت من اللاعب البرازيلي جواو باولو دي سوزا يلي بيبعد الكره لخارج الملعب. رمي تماس نجمويه حسن مغنيه بعد ما شفناه بهالمباراه. جمهور النجمه تحت اشعه الشمس بالشوبات بالحرارة العالية موجودين لمتابعة فريقهم. هول المجانين يلي أنا سميتهم مجانين النجمة، فعلا مجانين النجمة وين ما كان بتلاقيهم موجودين. الأونيغا بيمرر بس على السبع بيطلع من مرميه، على السبع صار أكثر من مرة ظاهر من مرميه ليغطي هالكرات الطويلة يلي عم بيلعبوها لاعبي فريق الانصار. عبد الله عايش لمين مش لحدا ابدا. الشبريكو موجود ليمرر لموني. موني 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 للمعتوق. السبع المعطوع بيستفيد من تمرير موني ليسجل على يمين على السبع الهدف الثاني بالمباراة. يا معطوع هيدا المعطوع يلي بنعرفه، هيدا الكنترول، هيدا التسديدة وهيدا الشباك يلي عم تهتز من حسن معطوع. فرحة أنصارية جنونية موجودة بملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي بطرابلس عاصمة الشمال يلي عم تهتز الشباك النجموية بهدف تاني من المعتوق. المعتوق ولعها، المعتوق رد على كل يلي عم ينتقدوه، عم بقول لهم أنا حسن معتوق، أنا اللي بسجل، أنا اللي بمرر، أنا يلي بقدر أعطي الأفضلية أكثر وأكثر لفريقي الأنصار بغض النظر عن تشكيلة الشباب شربيل. لفريق النجمة الأنصار منافس حقيقي أول على لقب بطولة لبنان. وأيضا المعتوق ما بيمزح أبدا فارس أمام الشباك. شوف كيف تلقى التمريرة الرائعة جدا من موني، برافو لموني. أيضا بالتمريرة البينية الجميلة جدا فعلا الأنصار عم يمتعنا على أرض الملعب. استغل ثغرة بدفاع النجمة، ودائما عم أقول إنه الجهة اليسرى النجموية ضعيفة جدا، عنده مشكلة كثير كبيرة النجمة على الجهة اليسرى، قدر يستغلها المعتوق عم ينسل كان بين الدفاع. كنترول صغير وتسديدة إلى يمينه لعلى السبع عم تعلن عن ثاني أهداف المباراة. ما بيهدب بروق المعتوق إلا ما يلاقي الطريق إلى الشباك. هيدا أمر دائما بنقوله وهيدا أمر تأكد من بداية المباراة، رغبته كانت كثير كبيرة للوصول إلى شباك النجمة. هيدا أمر واضح، سجل المعتوق ما احتفل المعتوق لكن احتفال الانصاريين كان كثير كبير. بيقدر الانصاريين يكونوا راضيين عن اداء فريقهم بالشوط الاول من هاللقاء، من دون شك اداء كبير للفريق الاخضر، اداء ممتع للفريق الاخضر بالوقت يلي عم ينتهي الشوط الاول بين العهد والغزيه 1-1. الغزيه كانت تقدم عبر رامي فقير، رح نتاكد مين يلي سجل هدف العهد يلي على ما يبدو اجى بوقت متاخر. مهدي فحص فعلا بالدقيقه 45 هو يلي عم يعادل النتيجه ردا على هدفه لرامي فقير بالدقيقه 35. 1-1 إذن النتيجة ضمن المجموعة الأولى يلي بتضم الساحل أيضا. شباب الساحل يلي مثل ما ذكرت كان فاز على العادة 3-0 بالجولة الأولى مع كرة أيضا المعتوق. فرصة هدف ثالث المعتوق، المعتوق المعتوق هالمرة تسديدة المعتوق مع مضايقة مدافعي النجمة مرت إلى يمين على السبع، عم يعملوا اللي بدهم على أرض الملعب لاعبي وسط عند فريق الأنصار. حسام اللواتي تحديدا شوفوا كيف بيلمح المعتوق، المرة تأخر شوي تباطئ شوي وصل له حسين شرف الدين. ما معقول حسن معتوق كيف عم بيكون موجود بكل حالة هجومية أنصارية. جمهور النجمة بحالة هدوء تام لكن بده يكون أيضا بحالة صبر أنا برأيي على هاللاعبين الشبان
يلي قدمه مثل ما قلت حتى تسجيل الهدف الاول. شوط اول جيد، ما في نجم كبير على ارض الملعب، انما في فريق بيتمتع بالروح وبيتمتع طبعا بالامكانات. حيدر خريس وعم يطلع بالكره بوسط الملعب، بيسلمها لعند ايساكا، ما شفنا شيء من المهاجم الغاني لحد الوقت. ايساكا عم يستلم لعلي الحاج، بيحاول يمر ايساكا، ايساكا بيحاول يدخل منطقه الجزاء، لكن حسين عواضه، فعلا حسين عواضه باداء رجولي كثير كبير عم بيكون موجود اليوم. علي الحاج بلم هالكره، علي 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 بيحاول يتقدم وعم يسقط على ارض الملعب، خطا لمصلحه علي الحاج. 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، متبقي منهم اقل من دقيقتين، دقيقه و20 ثانيه تحديدا. علي الحاج مشددا شعلة نشاط عم يكون على الجهة اليسرى. الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، مثل ما قلت كان متبقي 20 ثانية على نهاية الوقت المحتسب بدل عن ضائع. علي الحاج وعم يلعب الكرة مباشرة باتجاه المرمى، حسب مغنية عم يبعدها من البوكس، والهجمة النجمامية عم تتوقف، وأيضا صافرة الحكم ماهر العلي عم توقف الأنصار من انطلاق هجمة مرتدة. 2-0 النتيجة للأنصار بالشوط الأول. حسن شعيت وموني وحسن معتوق هن صاحبي الهدفين الأنصاريين، على وقع طبعا صيحات جمهور الأنصار. مشاهدينا عندنا بريك طويل، يعني إذا سمحنا الوقت رح نكون مع كابتن جمال حاج، إذا لا بنلتقي أنا وياكم وفارس بالشوط الثاني من المباراة، وأكيد من بعدها باستوديو التحليلي بعد نهاية الدقايق التسعين. عودي نحن وياكم لبداية الشوط الثاني من مباراة الأنصار والنجمة. الشوط الأول اللي انتهى بتقدم الأنصار بنتيجة 2-0 ضمن كأس النخبة. رح نشوف نحن وياكم الهدفين يلي دخلوا بالشوط الأول، هيك لكل يلي ما تسرنا لقلوا يتابعوا الشوط الأول ما بيروح عليهم شيء أبدا. هيدا الهدف الأول لواتي اللي بيتقدم، بيتخطى حسين شرف الدين، بيدخل منطقة الجزاء، بيمرر الكرة، بيبعدها السبع، تتهيأ عند موني، وموني داخل الشباك بسهوله تامه، بصاروخ ارض جو. موني عم بيهدف، عم بيسجل، عم بيهز الشباك ليعلن تقدم الانصار 1-0. هدف اكثر من رائع كان، ملعوب بطريقه حلوه كثير، والانصار عم بترجم سيطرته بالشوط الاول لهدف اول. الانصار جوعان ما شبع، لانه رح يرجع ويسجل الهدف الثاني بهاللقاء، الهدف الثاني من توقيع لاعب النجم السابق اللاعب الخلوق حسن معتوق يلي سجل الهدف الثاني وما احتفل بالهدف. شوفوا حسن معتوق فعلا اخلاق عاليه كثير، بتدل على روح رياضيه كثير كبيره، سجل لفريقه ما احتفل ضد فريقه السابق وقدر يعطي التقدم 2-0. الهدف الثاني بتصور صعب الامور كثير على فريق النجمه، النجمة اللي عم بيشارك بتشكيلة معظمها من الشباب، بينما الأنصار عم بيشارك بتشكيلته الأساسية. مصطفى الشمعة معقول نشوفه مع بداية الشوط الثاني، هيدا الفرصة كمان الجديدة كانت للمعتوق يلي سدد والسبع كان عم بيبعدها، يعني محاولات كثيرة كانت كلها أنصارية بالشوط الأول، والسيطرة الأنصارية ترجمت لهدفين. موني بيطلع، موني شوفوا موني كيف بيعلي راسه لوين بده يمرر، دايما سوني مع التسديده الرائعه لو دخلت كنا شفنا هدف فعلا من اجمل الاهداف. الكره البرازيليه عن طريق جواو باولو دي سوسا، الكره الراسيه بين ايدين علي السبع كمان مره، المعتوق من غير زاويه والراسيه ايضا من غير زاويه. مصطفى الشمعه بتشكيله فريق النجم عم يستعد ليدخل لأرض الملعب. هلا بنشوف التبديل بدلا من مين مصطفى الشمعة، هل التبديل عبد الله عيش؟ عبد الله عيش يلي رح يكون مصطفى الشمعة، وأيضا نادر مطر عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب. نادر مطر لاعب أكثر من رائع، نادر بخط وسط فريق النجمة، لاعب منتخب لبنان. نادر مطر بأرض الملعب بدلا من علي الحاج، علي الحاج خارج التشكيلة
وتبديلين عم ببلش فيهم طارق جرايا على سيرة المنتخب اللبناني. شوبوتاريو المدرب الروماني اختار 23 لاعب لبطولة غرب آسيا بحراسة المرمى مهدي خليل على السبع ومصطفى مطر، بالدفاع محمد زين طحان، قاسم الزين، نور منصور، حسين زين، خليل خميس، معتز بلاج، نادي شبريكو وحسن بيطار. أما بالوسط يحيى الهندي، محمد حيدر، حسين منذر، أحمد جدول ونادر مطر. بالهجوم حسن معتوق، موني، سوري سعد، ربيع عطايا، أحمد حجازي، محمد قدوح وعلي علاء الدين. هول 23 لاعب يلي رح يمثلوا لبنان ببطولة غرب آسيا وأول مباراة للمنتخب الوطني ب 30 الشهر بمواجهة منتخب العراق يلي عم بيستضيف البطولة. يعني الأمور واضحة، وكنا عم نقول شغلة قبل المباراة شربيل، كنت عم بقولها على الورق الأنصار اليوم الفوز أقرب لإله باعتبار عم بيلعب بقوته الضاربة، بينما فريق النجمة الوحيد اللي بيعرف ليش الشباب مش الفريق الأول هو طارق جرايا المدير الفني اللي عنده حسابات يمكن ما بده يكشف وراءه، يمكن عم بيترك الأمور لبعدين، وهذا قرار أكيد المدير الفني أخذوه. واللاعبين الشباب كمان عم بيعطوا كل شيء في عندهم، بس شو فيك تعمل؟ ايد وحده ما بتزقف قدام فريق كبير مثل فريق الانصار. طبعا استراتيجيه نجمي المقبله واضحه كانت على لسان القيمين على النادي وايضا المدرب طارق جرايا، رغم انه جمهور النجمي دائما بينتظر من فريقه انه يكون منافس على الالقاب. طبعا هالفريق الموجود امامنا حاليا بيقدر يكون منافس من دون شك اذا تم تعزيزه ببعض الوجوه المحلية البارزة، إضافة للعنصر الأجنبي اللي مهم جدا. اليوم أبودو إيساكا المهاجم الغاني بعد ما شفنا شيء منه على أرض الملعب، بالوقت اللي مراد الهذلي لاعب الوسط موجود على مقاعد البدلاء بعد ما شارك. إدريسان يانج عم بيغيب مثل علي حمام مثل ما ذكرنا لأنه وصل مؤخر من الإجازة وبالتالي ما جاهز ليشارك بالمباراة وبالتالي لا يزال خارج حسابات طارق جرايا. على كل حال الأنصار 2 بهدفين موني والمعتو، النجم 0. الشوط الثاني 45 دقيقة مع تبديلات نجموية اللي شفناها، مصطفى الشمعة بالدفاع ونادر مطر بخط الوسط عم يدخلوا. هشوف نادر وين راح يكون موجود بوسط الملعب مع حيدر خريس هو اللي عم يلمها الكرة، على ما يبدو نادر راح ياخذ دور متقدم الى جانب ابودو وخليل بدر مع خروج حسن مخبيه فوق ابودو إيساكا مهاجم الملعب القابسي التونسي، 21 مباراة خاضها بالموسم الماضي مع الملعب القابسي، سجل خلالها 4 أهداف. فريق الملعب القابسي اللي طبعا بنهاية الموسم بتونس هبط الى الدرجة الثانية، بينما مراد الهذلي كان عم يلعب مع المستقبل القابسي. كان في مباراة ديربي بين أبودو إيساكا ومراد الهذلي. هذا خروج حسن مغنية أمامه لإيساكا والتقاط الكرة. بنأمل نشوف شوط ثاني بمتعة الشوط الأول على الصعيد الهجومي من ناحية الفريقين تحديدا، أو أكثر خليني أقول من الناحية الأنصارية. فريق الأنصاري اللي قدر يصنع عدد كبير من الفرص بالشوط الأول أغلبها كان خلفه نجمه جديد حسن معتوق يلي بأول مباراة له قدر يهز شباك فريقه السابق، بالوقت يلي الكرة جميلة جدا من أونيكا عم تكون باتجاه المعتوق يلي عم يمر، يا سلام يا معتوق عم يمر، كان إنما قعور عم يقوم بعملية تغطية ممتاز جدا محمود قعور، لاعب يلي وصل بالموسم الماضي من الإصلاح البرج الشمالي وسجل حضور جيد بموسمه الأول مع فريق النجمة. محمود قعور عم يبتدي القميص الرقم 7 يلي اعتدنا نشوف حسن محمد فيها، حسن محمد المنتقل من النجمة إلى الإقاء الأهلي عليه، أيضا النجمة كان فك ارتباطه بيحيى الهندي اللي أصبح لاعب حر، لاعب يلي خاض مرحلة الإياب مع فريق النجمة اللبناني الأسترالي. ركلة ركنية رح تكون نجموية إذن، بداية شوط ثاني هادئة من ناحية الفريقين. أدوي عباس عطوي أونيكا يلي موسم بعد آخر عم بجدد شبابه. نادر مطر على تنفيذ الكورنر، نادر
عم يلعب الركلة ركنية لداخل منطقة جزاء الرأسية. وين الرأسية؟ وين بتبقى الكرة؟ مع حيدر خريس اللي بيحاول يلعبها عرضية بتبقى نجموية. خليل بدر، خليل بيحاول يمر، مرور جميل جدا والكرة ملعوبة عرضية، إنما الكرة إذا مهدي زين هو اللي كان عم يقوم بالمجهود مش خليل بدر، مهدي زين اللي انتقل إلى طرف الملعب وهو اللي حاول يلعب هالكرة العرضية. خمس دقائق مروا على بداية الشوط الثاني، النتيجة لا تزال على حالة تقدم الأنصار على النجمة بهدفين، والمفارقة أنه الفريقين رح يلتقوا بافتتاح دوري ألفا. المباراة مباراة القمة، قمة الجولة الافتتاحية رح تكون بين النجمة والأنصار. تعودنا نشوف بطبيعة الحال النجمة والأنصار عم يفتتحوا الموسم وعم يتركونا وعود وعم يتركونا إثارة غير معلنة مرحلة بعد أخرى. الفريقين الأعرق بلبنان وطبعا الفريق الأبرز بالفترة الحالية وبالمواسم الأخيرة فريق العاد، المنافسين الأساسيين على لقب دوري ألفا مثل كل موسم. شباب الساحل والإخاء الأهلي عليه قدموا نفسهم بشكل جيد أيضا بالموسم الماضي، وطبعا الشباب الغزية اللي كان فينا نقول الحصان الأسود بالبطولة مع دخوله إلى دائرة النخبة. أيضا كأس التحدي اللي عم تقام بموازاة كأس النخبة ومشاركة أيضا ضيفين جديدين على دوري الأضواء، واحد منه جديد خلينا نقول على شباب البرج وواحد عائد إلى مكانه الطبيعي. دخول أحمد جلول إذن إلى أرض الملعب مكان علي فروخ، إذن جلول عم ياخذ مكانه بالوقت يلي مراد الهدلي وأبو بكر المل رح يدخلوا. أبو بكر المل ومراد الهزلي، خمس تبديلات رح تكون إذن للنجمة مع مطلع الشوط الثاني. رح نشوف باكو ومراد مع مين رح يدخلوا أو مكان مين رح يدخلوا. كرة مقطوعة حاليا من الناحية النجموية، عاصم زين هو اللي قطعها بوسط الملعب، سلمها للجلول، حيدر خريس، نادر مطر على الجهة اليسرى، نادر عم يسقط وعم يحصل على خطأ، خطأ قاسي على نادر مطر كان من حسين عواضة. هشوف ماهر العلي إذا رح يرفع الإنذار بوجهه لحسين عواضة على وقع غضب جمهور النجمة على التدخل. أبو بكر المال إذا عم يدخل إلى أرض الملعب مكانه لحيدر خريس ومراد الهذلي. رح نشوف إذا رح يدخل مكان مهدي زين لاعب وسط هجوم مراد الهذلي، لاعب يتمتع بإمكانات بدنية عالية جدا. مكان مهدي زين فعلا، رح نشوف فارس إذا مراد الهذلي قادر يغير شيء على الصعيد الهجومي بالنسبة لفريق النجمة. يعني مراد الهزلي الجمهور اللبناني ناطر ليشوف اللعيب يلي كان اللاعب الثاني يلي عم بوقع رسميا على كشوفات فريق النجمه. عم نحكي من اللاعبين الاجانب مواليد 1 كانون الثاني سنه 90، مراد الهزلي ونزار محروس خلقانين بنفس النهار بس مش بنفس السنه اثنيناتهم. لاعب بخط الوسط بيلعب بقدمه اليمنى، مرق بعدة فرق الأبرزها كان نادي الصفاقسي والنادي الأفريقي يلي كان معهم بالإضافة لعدة أندية بتونس. مراد الهدلي اللاعب الرسمي الثاني يلي راح يكون إلى جانب إدريس سانيان، بيبقى اللاعب الأجنبي الثالث يلي كنا عم نقول إنه معقول كثير يكون إيزاكا، بس بعد رسميا ما في شيء. بلش النجمة بالشوط الثاني مع التبديلات اللي عم بيعملها طارق جرايا لجرب يرجع لاجواء المباراه، بينما فريق الانصار مع فرصه جديده. جول جول ثالث، جول ثالث لتونس اللواتي. حسام عم بهز شباك فريق النجمه بالهدف الثالث والنتيجة عم تكبر أكثر وأكثر وأكثر. جمهور الأنصار يلي رح يرجع لبيروت مبسوط، يلي رح يحتفل على الطرقات، يلي رح يبلش يتطلع ليقول للكل أنا جاهز لمنافسات الدوري، أنا جاهز لدوري ألفا، أنا جاهز لكل البطولات
يلي هالموسم رح نخوضها. نزار محروس مسؤولية كتير كبيرة، معك نجوم، معك لاعبين كبار، مش مقبول، مش مقبول الأنصار ما يرجع للبطولات للألقاب، بس العهد ما بيقبل هالشي. العهد بطل لبنان يلي بيشتغل دايما عالسكت، بيشتغل مثل ما لازم. اللواتي عم بيتابع الكرة وعم بيسجل داخل الشباك. حسام اللواتي رائع جدا بهالمتابعة. سوني لعب الكرة واللواتي عم بيتابع وسدد داخل الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريق الأنصار. محاولة نجموية بس في تسلل، في تسلل. النجمي غائب تماما تماما عن هالمباراة. شو هالأنصار هيدا، شو هالنقلة اللمسة موجودة، هيدا يلي واضح، هيدا يلي مبين. فريق النجمي بده ينتبه كتير منيح قبل انطلاق الدوري، بده يحضر فريقه، بده يدعم فريقه محليا كمان ليقدر يكون المنافس الحقيقي للأنصار والعهد على لقب بطولة لبنان. بهالنتيجة المباراة الأخيرة بكأس النخبة بهالمجموعة رح تجمع الإخاء والأهلي علي. لهلأ التعادل لمصلحة إخاء الأهلي علي يلي خسر قدام الأنصار 1-0، بينما النجمة لهلأ بيتأخر بثلاث أهداف. النتيجة الأعلى بكأس النخبة كانت لصالح النجمة بدور النصف نهائي من عام 2004 وقت النجمة ربح 6-2 على فريق الأنصار. محمد جواد وكلاوديو سجلوا لفريق الأنصار، بينما موسى حجاج سجل هدفين، محمد قصاص هدفين، إيمانويل دوا وعثمان سفاني كانوا عم يسجلوا الأهداف البقوي لتكون النتيجة الأعلى بتاريخ المواجهات بكأس النخبة. الأنصار ما شبع أبدا، بعد بده أهداف. اللواتي عم بمرر على الجهة اليمنى لعند موني، موني بيتقدم معه شرف الدين، موني ناطر ليمرر الكرة للمعتوق، المعتوق بيتركها. شوفوا هالتمريرات، هالتمريرات الرائعة من لاعبي فريق الأنصار، تمريرات برازيلية بالدفاع توصل للشبريكو. يعني تمريرة كانت من ديسوزا لدا سيلفا لشبريكو، رمي التماس بالنهاية أنصارية. بعد ما لجأ للتبديل نزار محروس، بعده تارك التشكيلة الأساسية، بعده عم يعتمد على اللاعبين مع تبديل وحيد لهلأ. بعد ما في ناطرين أول تبديل هو كالفن داو، كالفن داو يلي صار جاهز قدامنا على الشاشة، رقم 18 اللاعب اللبناني الكولومبي، لاعب البقاع السابق يلي أو فنزويلي، فنزويلي لبناني صحيح. كالفن داو بيلعب بمركز الظهير الأيسر، هل رح يكون بديل للشبريكو أو رح يعتمد عليه أكثر نزار محروس بمركزه ويطلب من شبريكو يتقدم؟ بلال فراج مدير فريق الأنصار عم يتقدم ليعطي الحكم الرابع ورقة تبديل. إذن كالفن داو التبديل الأول عند نزار محروس بهالمباراة. ما بعرف إذا رح نشوف الحج مالي بهاللقاء أو ما رح نشوفه للاعب السنغالي. الأنصار بهالنتيجة ضمن المركز الأول، ضمن انتقاله لدور النصف النهائي من كأس النخبة. فرصة لفريق النجمة. لاعب تونس مراد الهبني، مراد لاعب مشاكس قليل ليسجل أهداف، بس لاعب مزعج فعلا بخط الوسط. رمي التماس للنفس، حوالات لفريق النجمة ما عم تعطي أي نتيجة بيبعدها. جواو باولو دي سوزا، شوفوا الهجمة الأنصارية، الكونتر أتاك السريعة يلي عم يوصل موني ليمرر للمعتوق، المعتوق 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 المعتوق، بيترك الكرة وفرصة هدف رابع. الله علي السبع بيقول له لأونيكا ممنوع تسجل اسمك بلائحة الهدافين بهالمباراة، بس النتيجة فعلا يعني جمهور الأنصار مبسوط
بس اللي بيتابعوا كرة القدم وقت بيشوفوا شربي لهالنتيجة ما رح ينبسطوا أبدا، رح يتفاجئوا كثير شو عم بيصير بهاللقاء، شو عم بيصير مع فريق النجمة. هاللوحات الفنية اللي عم يرسمها الزعيم الأخضر بأرض الملعب يلي فعلا بتبرهن إنه مستوى عالي كثير، عوضها أوت كالفين داو إن والنجمة عم بيعيني. دخول كالفين داو اذا مكان حسين عواد هو التبديل الاول للانصار. مثل ما ذكرت فارس، الانصار فعلا عم يرسم لوحات فنيه جميله جدا، تحديدا عبر الرجب الجديد حسن معتوق يلي بلمسه بهمسه عم يقدر كان يحط اونيكا بمواجهه علي السبع. انجاز يحسب فعلا لعلي السبع، التصدي الرائع على كره الرام 10. النتيجه لا تزال على حاله 3-0، لكن بدون شك نتيجه ثقيله على النجمويين. كرة حاليا بوسط الملعب، إيساكا عم يحصل على الخطأ مرة جديدة. مرة واحدة شفنا نتيجة 3-0 حاضرة بين الفريقين بكأس النخبة، وكانت بنهائي عام 2005 بوقتها موسى حجاج، علي واصف محمد ومحمد غدار سجلوا 3 أهداف للنجمة ليحرز اللقب الفريق النبيذي. لكن الأمور مغايرة اليوم، الأنصار هو المتسيد على أرض الملعب وهو اللي مسيطر على أرض الملعب وهو يلي عم يقدر يعمل اللي بده اياه على ارض الملعب مع سوني يلي حاليا عم يطلع باتجاه منطقه جزاء بمواجهه 3 مدافعين نجمويين. سوني 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 بحاول يمر، انما هالمره ممنوع المرور يا سوني. حائط النجمه قاسم الزين السد العالي هو يلي طبعا كان عم يوقف سوني السعاد مع مراقب المباراه عماد تروس وزملائنا المتواجدين بالملعب دائما من فريق عمل ام تي في. التحيه الكبيره لهم بهالحراره المرتفعه، عم يكونوا متواجدين لينقلكم الصوره مشاهدينا الى بيروت، الى الشمال، الى الجنوب، الى البقاع، الى كل المناطق اللبنانيه وامتدادا الى العالم الكبير. الام تي في دائما حاضره بنقل مباريات الفوتبول وكل شيء له علاقه بكره القدم اللبنانيه، بتقدروا تتابعوه عندنا من الدوري للكاس لمباريات المنتخب دائما على الموعد. مع خليل بدر حاليا عم يحط الكره لعند باكو ابو بكر المال، عم يستلم عم يسلم الجلول مراد الهزلي عم يطلبها، لكن المعتوق شوفوا ايضا بالحاله الدفاعيه موجود خليل بدر بيحاول يمر، ضغط من المعتوق بتروح لعند مراد، مقطوع الكره لعند المعتوق هالمره 4-4. المعتوق عم يروح بالمساحه القاليه، المعتوق عم يروح 4 لعميم لصار بوجهه حاليا 3 مدافعين من النجم. المعتوق بيختار التمرير لعند سوني، سوني منفرد تماماً. مش يومك يا سوني، مش يومك، مش يوم السعد بالنسبة لك يا سوني سعد، منه أسعد أيامه بالتأكيد للمهاجم اللبناني، مهاجم منتخبنا الوطني مرة جديدة أمام فرصة سهلة للتسجيل لكنه عم يضيعها، تسديدة ضعيفة جدا بين يدي علي السبع. وين تسديداتك؟ وين قوتك؟ وين حسك التهديف يا سوني سعد؟ مختفي لحد الوقت بالمباراة، لكن بأي لحظة بيقدر الأنصار يظهر عبر سوني أو غيره ويقدر يضيف هدف رابع. هذا الأمر أصبح واضح على أرض الملعب الوقت يلي نادر مطر وعم يظهر حاليا وعم يسدد. نادر مطر عم بيقول إنه النجمة لا يزال موجود، النجمة لا يزال مصر إنه يسجل هدف. لكن شوفوا المعتوق بالتمريرة بالنظرة، رائع جدا سوني سعد. مش لإلك التسديدات يا سوني سعد، مش هيدا سوني سعد يلي بنعرفه. تسديدته كانت ضعيفة جدا وسهل جدا عند علي السبع. مع البرازيلي جواو باولو هو يلي كان عم يبعد الكرة. يعني بصراحة مويزيس لوكاس وجواو باولو من وضعه تحت ضغط كبير، ما وضعه تحت اختبار قاسي أو صعب جدا بالوقت يلي مراد الهزلي ممكن يختبر حسن مغنية بهالكرة. مراد بيلعب الكرة العرضية والشبريكو بحطها بالركنية. قلنا أن جواو باولو ومويزيس لوكاس ما اختبروا بشكل كبير، هيدا امر واضح وصريح، ما كان عليهم ضغط عالي جدا. الحركه النجمويه كانت عم تكون بعيده عن خط 18 احيانا وبعيده عن منطقه الجزاء. الكورنر بيلعب من ابو بكر المال، الكره على العارضه البعيده، كالفين داو بحاول يلحق فيها، كره خرجت الى ركله مرمى، ركله مرمى اذا عند حسن مغنيه. الفوز الانصاري الاخير على النجمة بكأس النخبة بيعود إلى عام 2012 بالنهائي 2-1، ربح الأنصار بهدفين مهاجم النجمة السابق علي نصر الدين وقاسم أبو خشفة مقابل هدف لعلي حمام. هذا كان الانتصار الثاني فقط للأنصار على النجمة بهالمسابقة بعد انتصاره الأول بنهائي عام 1997 بهدفي سليم حمزة والنيجيري إدريس هارونا. كرة بوسط الملعب، اونيكا عم يستعرض مهاراته وعم يسلمها للمعتوق، المعتوق 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 بحاول يمر، بالفعل بمر المعتوق.
المعتوبي فاصل مهاري ومن مرور جديد وحسين شرف الدين هو اللي راح يتلقى الانذار لانه اوقف المعتوبي بطريقه قاسيه جدا. عرقلي من حسين شرف الدين على المعتوق يلي كان عم يستعرض مهاراته مره جديده على ارض الملعب رح تشوفه بالاعاده. التبديل محمود كجوك صاحب هدف الفوز بمرمى الاخاء الاهلي علي بمباراه النخبه عم يدخل مكان غير الموفق بهالمباراه سوني سعد على وقع تصفيق جمهور الانصار رغم انه ما سجل سوني لانه جمهور الانصار عم يحييه على المجهود اللي عمله بالمباراه فقط نقصته اللمسة الأخيرة. لسوني سعد كوجوك إذن الأنصاري قلبا وقالبا من فريق الشباب يلي كان عنده جولة خلال لعبه على سبيل الإعارة مع أكثر من فريق وقت يلي اللواتي بسدد بالركلة حرة مباشرة إلى جانب مرمي لعلي السبع. الإعادة مرة جديدة هون كيف مر المعتوق شوفوا المهارة كيف مر عن قاسم الزين يا سلام عليك يا معتوق يا سلام هون تدخل حسين شرف الدين فعلا قاسي وخطر. المباراة اللي حملت أكبر عدد من الأهداف بين الفريقين كانت بالدور نصف النهائي عام 2004 فاز النجم بوقتها بنتيجة 6-2 2 أهداف حملتها هالمباراة مع كرة أمامية من مونيكا. هدفين لموسى حجاج وقتها وبهدفين لمحمد قصاص اضافه الى الثنائي الاجنبي عثمان سافاني وايمانويل دوا مقابل هدف لمحمد جواد والبرازيلي كلاوديو. بالنسبه للانصار مع ايساكا العنصر الاجنبي عند النجم يلي عم يجرب يثبت نفسه بهالمباراه ايساكا بيلعب الكره للخلف مع التسديده البعيده كانت من خليل بدر برز بشكل كبير مع الشباب الغزيه اللي كان معار له بالموسم الماضي وعاد الى صفوف النجمويه ليعزز تشكيله فريق النجم خليل بدر. الدقيقه 67 3-0 لمصلحه الانصار مع حسب مغنيه بيلعب الكره للامام كعور هو اصبح عم يدافع اكثر للخلف مع دخول نادر مطر ومراد الهدلي وابو بكر المال هو يلي موجود حاليا محل محمود كعور كجناح ايمن. كره على الجهه اليسرى خليل بدر منه لعند نادر نادر بيستلم على الجهه اليسرى بمواجهه كالف الدور رح يلعب الكره عرضيه بالفعل الكره عرضيه لعند ايساكا عم يسقط على ارض الملعب ما في اي خطا. قاسم الزين بيقطعها امام الكجوك هونيكا ايضا باللمسه السجال بوسط الملعب يحسم الجلول بكره براسه لعند نادر نادر بيحافظ على كرته نادر كره الخلف لعند الجلول النجم عم يتنقل الكره حاليا والجلول بيحاول يوصلها لعند ابو بكر المال مقطوعه بتروح لعند المعتوق 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 مره جديده المعتوق الكنترول عم يخسر الكره امام كعور عم يطالب بلمسه يد ما في اي شيء. النجم مره جديده عم يطلع مع مراد انما تمريرته خاطئه للاعب التونسي الدقيقه 68 فارس لا يبدو انه شيء رح يتغير على ارض الملعب من الناحيه النجمويه. الانصار مرتاح وثلاث اهداف اكيد عم تمهد الطريق امام الانصاريين للتربع على راس المجموعه والعبور الى الدور نصف النهائي. يعني السيطرة واضحة الأنصار مرتاح كثير بهالمباراة النجمي بده يرجع يشوف اللقاء بده يشوف وين الثغرات يلي عنده الأنصار اليوم لو استفاد بالفرص يلي سنحت له كنا شفنا عدد أكبر من الأهداف. إيساكا 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 بيسدد 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 إيساكا كرة بين إيدين حسن مغني لاعب سريع كثير وكتبول أنا بالشوط الأول لتقدر تحكم على اللاعب بدك تعطيه لاعبين حده لا يقدر يوصل له كرات وعلى اساسها فيك تحكم على هاللاعب. بالشوط الثاني ايساكا عم بتحرك اكثر من الشوط الاول. الانصار يلي ضمن نتيجه المباراه عم بيستعرض بكثير من الامور. 68 دقيقه على بدايه المباراه والنتيجه 3-0 انصاريه. جهاد ايوب بمنتصف ملعب بمرر لاونيغا منه لحسن معتوق بترجع لعباس عطبي عباس عطبي بيرجع بهالوقت لجواو باولو اونيكا للمعتوق مراد الهدلي بيقطع الكره مراد اللاعب التونسي يلي رح يكون موجود مع فريق النجمه يلي اوصى فيه طارق شرايا بيعرف اللاعب كثير منيح.
هيدا طلبه بمنتصف ملعب. مراد الهدلي الحكم بيقول كمل، ما في خطا لحاله، وقع فرصه لفاريلا انصار. معقول شوف الهدف الرابع، موني 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 تاخر موني. وقاسم الزين، قاسم الزين هاللاعب يلي ما بيستسلم ابدا، قاسم الزين خلص مرمى فريقه من هدف رابع محقق، والضغط الانصاري مستمر. عم نشوف مساحات كثير واسعه بدفاع فريق النجمة، عم بيستغلوها مهاجمي فريق الانصار. معظم الاوقات عم بينفردوا، عم بيقدروا يكونوا بمواجهه علي السبع يلي ما بيقدر يعمل شيء ابدا لهالكرات. هيدي الكره يلي كان عم بيطالب فيها مراد الهذلي بالخطا، الحكم بيقول كمل، ما في شيء ابدا. تونس يلي احتلت المركز الرابع بكأس أمم الأفريقية، ومبروك للعرب، مبروك للجزائر، فوز باللقب على حساب السنغال 1-0. نادر مطر بغير اتجاه الكرة على اليمين، مصطفى الشمعة يلي انتقل هالموسم لفريق النجمة، كرة أمامية من أبو بكر المل، أمامية 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 لإيساكا، إيساكا إيساكا داخل منطقة الجزاء، ما رح يعمل شيء بهالكرة. إيساكا بيتدخل مغنية لإبعادها بالوقت المناسب. مراد الهذلي لاعب رقم 29 بصفوف فريق النجمة. أحمد جلول كرة بمررها بدوره لا زميله بالفريق لمحمود قعور. محمود محمود بيخسر الكرة، محمود ما زالت نجموية. هالتمريرات من ناحية فريق النجمة، عم بيقدر فريق النجمة يتبادل الكرات كمان بطريقة حلوة. ما فينا نحكم على فريق النجمة بعد بكير، لأنه بلش المباراة كان ناقص الصفوف، ما كان مكتمل الصفوف أبدا. حسن حمود من ناحية فريق الأنصار عم بيحمي، عم بيستعد يدخل لأرض الملعب. ماهر العلي يحتسب الخطأ وبيعطي انذار لشبريكو بطاقة صفراء. ماهر العلي اليوم الانذارات، ماهر العلي وشبريكو بطاقة صفراء جديدة عم بيوزعها ماهر العلي بهالمباراة. بطاقة صفراء للأنصار، شبريكو بده ينتبه. حسن حمود عم ياخذ تعليمات نزار محروس الاخيره قبل ما يدخل لارض الملعب. رامي التميس مع مصطفى الشمعه يلي رح ينفذ الكره طويله لداخل منطقه الجزاء. ما فيها شيء المباراه، ما في لزوم ابدا لهالعصبيه يلي موجوده على ارض الملعب. هون الشبريكو عم بيعترض بيقول انه انا يلي تعرضت للدفش. شمعة بيلعب كرة طويلة، المغلية بيبعدها بالبوكس اللواتي بيشتتها، بتروح لعند موني، هجمة مرتدة، موني بيتقدم 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 بيتقدم، موني معه اللواتي على يمينه، بمرر للواتي بهالوقت اللواتي بيعلي راسه لوين؟ بيرجع لموني، موني 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 داخل منطقة الجزاء. ويلي حامل دفاع النجمة اليوم قاسم الزين عم بيبعد الكرة بالوقت المناسب. هون الاحتكاك يلي صار، والحكم يلي بموجب الدفشة كان عم يعطي البطاقة الصفراء. يعني قليل لنشوف شبريكو معصب صراحة. شبريكو معصب اليوم، مشوب الشبريكو. تبديل خروج موني من أرض الملعب ودخول حسن حمود. نزار محروس طلب من موني، وحسب النظام الجديد يعني اللاعب بيخرج من أقرب نقطة موجود فيها القوانين الجديدة، هيك ما يكون في إضاعة وقت أبدا. فموني كان قريب كتير من مرمى فريق النجمة، ظهر موني من هنيك. مراد الهدلي بمرر للوقت لكعور، الكعور بيتقدم بيلعب لإيساكا، إيساكا 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 بمواجهة مع المدافع البرازيلي دي سوزا ورمية التماس. بهالوقت نجمبية أبو بكر المال بده حدا حده ليمرر له الكرات. أبو بكر المال حلو كتير منه لجلول، جلول بمرر لإيساكا، إيساكا كان متسلل مسح حاله إيساكا بوضع تسلل ورجع ارتد للخلف ليأخذ الكرة. علي مقديد عم بيرفع رايته ليعلن عن حال التسلل.
وأونيكا عطش شربي صار لازم يشرب مي بهالوقت بعد الأداء الكبير يلي عم بيقدمه مع أول كرة لحسن حمود بيتقدم وعم بيرجع بهالوقت للمعتوق. المعتوق قدم لعليه بأول مباراة له ضد فريقه السابق فريق النجمة. طبعا والأنصار عم يقدم مباراة كبيرة اليوم، حسام اللواتي أيضا من اللاعبين، شوف شو عم يعمل هالتمريرة وهالرؤية الممتازة، كرته لعند الشبريكو بترجع لعند المعتوق، المعتوق المعتوق خطر بهالمكان خصوصا إذا كسر إذا مر إذا لعب الكرة العرضية، المعتوق لا يزال عم يحتفظ بالكرة، حسن معتوق محاصر بين أربع لاعبين لكن رغم الشيء عم يحتفظ بكرته مش لوقت طويل هالمرة. الكترة عم تغلب الشجاعة، بتوصل الكرة لعند أونيكا 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 منو لعند اللواتي اللواتي اللواتي، يا سلام عليك يا حسام اللواتي، يا سلام عليك يا حسام اللواتي، شو اللي عمله، شو الروعة شو المهارة، حسام اللواتي عم يقدم لمحة فنية جميلة جدا، رح تشوفه بالإعادة تحت أنظاره لنزار محروز، شوفوا شو اللي عمله اللواتي، لا تعليق على اللي عمله اللواتي، لا تعليق على اللي عمله اللواتي على لاعب النجم الجديد مصطفى الشمعة، الطريقة اللي مر فيها عن مصطفى الشمعة أقل ما يقال عنها أن لمحة فنية مش كل يوم مش كل يوم بنشوفها فعلا. كرة حاليا لعند إيساكا 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 داخل منطقة الجزاء بيختار يمر لعند نادر مطر، نادر بيسدد والكرة إلى كورنر، الكرة إلى الكورنر، النجم عم بيحاول يسجل هدف ويقلص الفارق. أبو بكر المل لاعب طرابلس السابق أيضا بيعرف الملعب كثير منيح وبيلعب الكورنر داخل المنطقة والرأسية هالمرة من مراد الإذلي اللاعب التونسي إلى خارج أرض الملعب. بالإعادة مرة جديدة شفنا كرة لمراد الإذلي الواتي اللي كلبه فوق على ما يبدو تعرض لضربه، هيدا هو جواو باولو امامنا المدافع البرازيلي ومراد الهذلي اللاعب التونسي. مغنيه بركله المرمى بالوقت يلي الحاج مالك عم يتحضر للدخول على ما يبدو نزار محروس بعد عنده رغبة أكبر لتسجيل المزيد من الأهداف. كرة ملعوبة للأمام، حسن حمود حسن عم يتقدم بقدمه اليسرى، التمريرة باتجاهه لكوجوك بعيدة جدا، يعني مع دخول الحاج مالك بيكون استعمل كل مهاجمين نزار محروس من سوني لموني لمعتوق للحمود لكوجوك وللحاج مالك. فعلا الانصار راح يدخل بطوله الدوري بفريقين مش بفريق واحد بعد التعزيزات الكبيره يلي اجراها، رغم انه ايضا خسر عنصرين من علاء البابا وغازي حنيني يلي قرروا ترك اللعبه. اونيكا عم يستلم حاليا بمشي مع اللواتي، اللواتي بقدمه اليسرى بجرب يلاقي المعتوق المعتوق المعتوق، الكره للامام، المعتوق عم ينجح انه يخطف الكره امامه لمصطفى الشمعة، بدايه صعبه عم تكون للشمعة بالوقت يلي المعتوق بيعمل ستوب بانتظار المسانده، فعلا المعتوق عم يتلعب بالشمعة مره جديده وعم يلعب الكره على يسار الحمود، سدد كره قويه لجانب مرمى علي الزبال، حاج مالك رح يدخل لكن مكان مين؟ هل مكان معتوق رح يكون؟ لا عم يدخل مكان جواو باولو. نزار محروس عم يلعب بخطة هجومية مفتوحة، عم يسحب مدافع قلب دفاع وعم يدخل مكانه وعم يدخل مكانه لاعب رأس حربة جهاد أيوب، أكيد رح يرجع للخلف أكثر ليساند موزيس لوكاس، كالفن داو الموجود على الجهة اليمنى والشبريكو الموجود على الجهة اليسرى، رغم أنه كالفن داو هو لاعب أصلاً ظهير أيسر. كرة حالياً على الجهة اليسرى مع خليل بدر بيلعب الكرة أمامية، إيساكا ما بتقدر توصله، كان في رايه وفي تسلل، فعلا في تسلل، عم نقرب اكثر واكثر من الدقائق العشر الاخيره، مباراه جميله مباراه ممتعه بدور المجموعات لكاس المخ بدور المجموعتين خليني سميهم، و
فالانصار دائما متقدم على النجم بثلاث اهداف ضيفي. هون حاله التسلل اللي احتسبت على فريق النجمه. المغنيه بيلعب الكره الاماميه بتروح لعند كالفن داو بيعمل كنترول بوسط الملعب. اللمسه لعند اونيكا عم يعمل بدهم اياه بوسط الملعب اللواتي واونيكا. نقلات جميله جدا فعلا للكره بالوقت اللي الجلول بيلعب الكره الاماميه على الجهه اليسرى عند خليل بدر. خليل ما بينجح انه يعمل الكنترول. رمي التماس رح تكون لمصلحه الانصار. بيقدر يتنفس، بيقدر ياخذ نفس، بيقدر يرتاح، بيقدر يسترخي جمهور الانصار خلف شاشه ام تي في لانه فريقه باتجاهه لتحقيق فوز كبير على غريمه التقليدي بكأس النخبة. بتوصلوا مشاهدينا عبر ام تي في سبورتس على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام وتويتر، بتقدروا تتابعوا اخر الاخبار الكروية الحصرية وكل شيء جديد بيتعلق بكرة القدم اللبنانية، اضافة طبعا عبر ويب سايت mtv.com.lb. واعادة المباريات وطبعا البرامج الرياضيه وكل شيء مثل ما ذكرت بيرتبط بكره القدم اللبنانيه. قطع وار عاصم الزين، مباراه صعبه كانت على قائد النجم وزملائه بخط الدفاع بمواجهه المد الهجومي الانصاري يلي عم ينضم له المرعب وجلاد الحراس السفاح الحاج مالك القاتل المتسلسل مثل ما بحب سميه. ما بيرحب، ما بيخلي اي شباك واي حارس يفلت من شره للحاج مالك. كرة حاليا ملعوبة لعند الحمود. حسن حمود الكرة الأمامية لعند حسام اللواتي. اللواتي بيحافظ على كرته. اللواتي بيلعب الكرة الأمامية بتجول الحاج مالك، مقطوعة من قاسم الزين. بتروح لعند حسين شرف الدين على الجهة اليسرى. نادر مطر، نادر شرف الدين من جديد. قاسم الزين، قاسم منه لعند الجلول. راد الهذلي بيلعب الكرة الأمام جميلة، إنما تمرية نادر مطر ما بتوصل عند إيساكا. صعبة كانت على إيساكا يا نادر. كرة مقطوعة بسهولة تامة. المباراة عم تبرد بنهايتها. مدير فريق الأنصار بلال فراج ومدرب الحراس التاريخي جهاد محجوب أكيد راضيين تماما عن أداء فريقهم والترقب الكبير. الأنصار بالموسم الماضي بصراحة كان منافس ببداية الموسم جد على اللقب، لكنه أهدر نقاط بمباريات يعني ما كان متوقع أنه يضيع فيها النقاط، وهذا الأمر كلفه غالي. لكن بنهاية المشوار قدر الأنصار يحتل المركز الثاني، مركز الوصافة. النجم والعهد راح يمثلوا لبنان بكأس محمد الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال بالوقت اللي نادر مطر حالياً يلعب الكرة على العرضية. وما في مشكلة بالنسبة لمغنية، ما في مشكلة أبدا بالنسبة لحسن مغنية. كرة حاليا مع أونيكا. لواتي على الواقف لاعبي الأنصار حاليا بالوقت يلي وجه شاب يمكن اللي بيتابع مباريات بطولات الفئات العمرية بيعرف اسمه، ماكسيم عون، مدافع شاب، واحد من اللاعبين الواعدين جدا لمستقبل خط الدفاع الانصاري مع مراد الهدلي. مراد على الجهه اليمنى بيلعب الكره باتجاهه لايساكا، مقطوعه بتروح لعند مويزيس لوكاس. ايضا اونيكا، اللواتي الكره للامام باتجاهه للحاج مالك. الحاج مالك بيحاول يهرب، الحاج مالك بوجهه مصطفى الشمعه. الحاج مالك عم يهرب، الحاج مالك عم بيروح، لكن قاسم الزين فعلا قائد اسم على مسمى قاسم الزين. ماكسيم عون الرقم 69 هو راح يدخل الى ارض الملعب مكان اونيكا. اللاعب المدافع راح يدخل ومباشرة الى داخل منطقة الجزاء. الكورنر يلي راح ينلعب حفظوا الاسم كثير منيح ماكسيم عون. الانصاريين بيقعدوا بمدافع ممتاز جدا بالمستقبل. راح نشوف ماكسيم اذا راح ياخذ دور بالموسم المقبل، وخصوصا بعد القانون الجديد يلي اقره الاتحاد اللبناني. اصبح بيعطي فرصه اكيد للاعبين الشباب انه يشاركوا بالمباريات وياخذوا فرصتهم. هذا امر مهم ومهم جدا فعلا. الاتحاد اللبناني اخذ قرار
ممتاز جدا على هالصعيد مع حسن حمود داخل منطقة جزاء الحمود الحمود الحمود. حسن حمود سدد كرة قوية لكن على السبع مجددا عم بيكون حاضر، يعني أفضل لاعبي النجم بالمباراة فيقول على السبع، عدد كبير من التصديات منع أنه تكون النتيجة فارس أكبر بكتير على السبع مع التصدي على كرته لحسن حمود بالوقت يلي النجم لا يزال عم يبحث عن هدف بهالمباراة. الأمور صعبة كثير على فريق النجمة، فينا نقول مباراة انتهت أنصارية، النجمة عم بجرب يرد على اعتبار يعني بهدف على الأقل بهاللقاء، الأنصار عم بجرب يسجل أكثر، وإذا ما سجل ما يدخل مرمي هدف، هيدا اللي عم بجرب يعمله الأنصار. بعد خمس دقائق من الوقت الأصلي حسن حمود خط الأول سدد وعلي السبع عم بخلص مرمى فريقه، يعني بالرغم من النتيجه الكبيره لهلا، بالرغم من الفرص اللي سنحت لفريق النجمي، علي السبع ادى واجبه مثل ما لازم، عاصم الزين قام بمجهود كثير كبير، بس الضغط الانصاري، الفوره الانصاريه، الهجوم الانصاري، الفن الانصاري، اللوحه يلي رسمها اليوم فريق الانصار خلته ياخذ الافضليه، خلته يتقدم، وخلته يكون بطل هالمباراه عن جداره. فريق النجمة إعادة حسابات راح تكون للمرحلة المقبلة، وخاصة المباراة المقبلة مع فريق بيخاء الأهلي علي، اللي راح يجرب فريق النجمة يتخطى فريق بيخاء وهو بحاجة للفوز، لأنه التعادل ما بعد فيه أبدا، التعادل بيصب لمصلحة فريق بيخاء الأهلي علي اللي خسر مع الأنصار 0-1، والأنصار رح يتزعم صدارة المجموعة عن جدارة. مراد الهدي خارج الملعب، خارج الملعب للحظات قليلة من بعد ما تلقى العلاج من مازن الأحمدي ليرجع ويدخل لأرض الملعب لمتابعة المباراة. لاعب تونسي وطارق جرايا المدير الفني يلي عم بيرسم الصورة المستقبلية لفريق النجمة، واليوم عنصر الشباب يلي كان طاغي على التشكيلة بالشوط الأول. مباراة كبيرة قدموها كل لاعبي فريق الأنصار من دون استثناء، من دون ما نميز، من دون ما نحكي عن حدا، كلهم برزوا، كلهم كانوا نجوم بهاللقاء. حسن معتوق، حسن معتوق بمرر بهالوقت لوكاس دا سيلفا، كرة عم يبعدها في فريق النجمة، توصل لحسن معتوق منه للحاج مالك، الحاج مالك، الحاج مالك داخل منطقة الجزاء، الحاج مالك، الحاج مالك، الله الله، كرة عم بخلصها عن خط المرمى قاسم الزين. كنت بعدني عم بقول من لحظات برغم من النتيجه الكبيره قاسم الزين كان نجم فريقه بهاللقاء، ابعد العديد والعديد من الكرات وهي وحده منهم عن خط المرمى تماما. الحاج مالك ما قبل الا ما يسجل اسمه بهالمباراه، بس قاسم الزين منعه. شوفوا مصطفى الشمعة ما انه موفق ابدا بهاللقاء، وقاسم الزين ابعد الكره قبل ما تجتاز خط المرمى وحرم فريق الانصار من الهدف الرابع بهاللقاء. حاليا المباراه متوقفه وفرصه للاعبين ليشربوا مي ليرتاحوا شوي من كتر الحراره، الرطوبه، الشوب. لخارج ارض الملعب بهالوقت مصطفى الشمعة من بعد ما تلقى العلاج، والحج مالك بيسدد هون، السبع ببطئ الكرة وقاسم الزين بيمنعه من دخول الشباك. النجمة بعد محافظ على 3-0 من هون، أكيد هون الحارس بيقدر يلتقط الكرة لأنه الكرة عم يبعدها قاسم الزين من دون ما يحضرها، من دون ما يمررها لحارس المرمى، يعني عم يبعدها كان بطريقة منا مقصودة أبدا. تهيأت قدام علي السبع 3-0 نتيجة كبيرة، الأنصار الفريق الأبرز لإحراز كأس النخبة، العهد اللي عم بيشارك بفريق من الشباب
وكل تمنياتنا بالتوفيق لفريق العهد نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بمواجهة الجزيرة الأردني. آخر نتيجة كانت عم توصل العهد وشباب الغزية، التعادل 2-2 بين الفريقين. علي فقيه اللي سجل هدف التعادل لشباب الغزية من بعد ما تقدم العهد 2-1، الغزية كان عم بيعدل 2-2، وهون نتيجة 3-0. اللواتي يتعرض للخطأ من أبو بكر المل، أبو بكر المل دغري على السريع بلم اللواتي، والحكم مصطفى صحيفين عم يتقدم لا يعلن عن الوقت محتسب بدل عن ضائع قدام الفريقين يلي بتصور رح يكون حوالي 3 دقائق. هيدا الشيء اللي بيصير، 3 دقائق مش أكتر، 3 دقائق قدام الفريقين لنهاية المباراة المنتظرة والفوز الثالث الأنصاري على النجمة بكأس النخبة ب 15 مباراة مقابل 6 انتصارات نجموية و6 تعادلات بين الفريقين. 3-0 نتيجة كبيرة رح تكون لفريق الأنصار، وبخلال مواجهاتهم بكأس النخبة ولا مرة قدر حدا من الفريقين يسجل، وإساكا عم بيرد الاعتبار بهدف أكثر من رائع. جول رائع من إساكا عم بيخلي جمهور النجمة يحتفل بهالهدف الرائع. شو هالهدف الحلو كثير من إساكا أبو دو اللاعب الغاني اللي سجل هدف رد الاعتبار بالوقت محتسب بدل عن ضائع. هيدا اللي كنت عم بقوله بالشوط الأول، بدك تحكم على اللاعب، بدك تعطيه لاعبين حده يقدروا يمرروا له، يقدروا يوصلوا للمرمى. وهدف ممتاز، هدف بياخذ العقل، هدف أكثر من رائع. إساكا بين عن مهارات فردية عالية بهالكرة من ناحية الكنترول، من ناحية التسديدة أبو بكر المال كان الأسيست له. إساكا شوت قوي داخل الشباك، عم بهز شباك حسن مغنية. لا النجمة ما بيخسر على الصفر، النجمة بيقدر يسجل هدف رد الاعتبار، هدف من أجمل ما يكون. 3-1 النتيجة بين الفريقين، أيضا 3-1 ولا مرة تسجلت هالنتيجة بتاريخ مواجهات بكأس النخبة. الحج مالك هداف الدوري بآخر موسمين اللي نزل بآخر ربع ساعة من عمر المباراة كان عنده فرصة حقيقية بس قاسم الزين منعه. إساكا هدف فريق النجمة، الأنصار ضيع فرص كثير بهاللقاء. كرة أمامية للكوجوك، عاصم الزين بيحمي 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 منطقته مثل ما لازم. الثواني الأخيرة من عمر هالمباراة، محمود كعور بيخسر الكرة، محمود كعور بيتقدم اللواتي، اللواتي 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 بمر للمعتوق، المعتوق جرب يسدد، كرة أيضا تصدم بعاصم الزين، ما بتسمعه إلا عاصم الزين بدفاع فريق النجمة. اللواتي بيرجع الكرة للشبريكو، شبريكو بمرر لحسن معتوق، ماهر العلي عم بيطلع على ساعته، عم بيطلع على وقته، وتسديدة محاولة كانت بهالوقت من ماكسيم عون، كرة رح تصطدم بالدفاع وتهي عند علي السبع، فريق النجمة اللي عم بجرب ينطلق بهجمة ثانية، بس ماهر العلي بهالوقت بيعمل نهاية المباراة بفوز الأنصار على النجمة. الأنصار فريق جاهز للإصلاحات المقبلة، النجمة اليوم يمكن عذره الوحيد إنه ما شارك بتشكيلته الأساسية من بداية المباراة. فريق النجمة شرك لاعبينه الأساسيين معظمهم مع انطلاق الشوط الثاني من هالمباراة، والنتيجة هي 3-1. عنده كثير أشياء ليعملها طارق شرايا للمرحلة المقبلة، عنده كثير أشياء كمان نزار محروس للمرحلة المقبلة استعدادا ليشوفوا فريق العهد، العهد الأسد يلي ناطر ليحافظ على لقبه وبيبقى دايما البطل حقيقي فريق العهد بانتظار انطلاق الموسم وأول مباريات الدوري بأول مرحلة. رح نرجع نشوف بطبيعة الكرة اللبنانية نجمة والأنصار عم يتواجهوا بأول مرحلة، الأنصار والعهد بيتواجهوا بالمرحلة الخامسة، والنجمة والعهد بيتواجهوا بالمرحلة التاسعة
من دوري ألفا لكرة قدم. مبروك كبير لفريق الأنصار هاردلك، لفريق النجمة بعد بكير لنحكم على أداء الفريقين وخاصة فريق النجمة قبل انطلاق الدوري، لأنه بعد في أمور كتير راح تنعمل على الأرض. لهون نوصل لنهاية المباراة، بس الاستوديو التحليلي ما خلص، بدنا نسمع جمال الحاج شو رأيه بأداء الفريقين، شو رأيه خاصة بأداء فريق النجمة. رح ننتقل لعندك شربل لنشوف الكابتن جمال الحاج ورأيه بهالمباراة، تفضل. إذن مشاهدينا، نهاية مباراة النجمة والأنصار بكأس النخبة بفوز أنصاري مستحق بنتيجة 3-1. الأنصار فينا نقول قدر يعمل يلي بده على أرض الملعب كابتن جمال، وقدر يقدم الأداء المنتظر منه. 3 أهداف سجل الأنصار، لكن الأمر الواضح أنه النتيجة كان فيها تكون أكبر بظل المشاكل الكبيرة يلي عنده إياها النجمة كان بكل الخطوط. يعني المباراة والأداء والنتيجة عكست الفوارق الكبيرة بين الفريقين وطموحاتهم وأهمية أو قيمة استعداداتهم وتحضيراتهم وانتداباتهم، كل هيدي بتعكس حقيقة إنه هذا الفريق الأنصار جد وعم يسعى بشكل كتير كبير ليكون منافس لفريق العهد، لأنه الفريق الفرق اللي بدها تفكر بالبطولة بدها تفكر إنه العهد هو متسيد اللعبة بلبنان. أنا كيف بدي ألحقه لنادي العهد؟ كيف بدي أقرب؟ كيف بدي أقرب منه خطوة بعد خطوة سنة بعد سنة؟ الأنصار يبدو إنه عم بيقرب كتير من العهد وعم يشتغل بمستوى تصاعدي لينافس بشكل قوي كبير على 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 بطولة الدوري. هل الأنصار اليوم كان قوي فوق العادة مثل ما حضرتك عم تحكي، أو النجمة كان أضعف من قبل بكتير بفارق كبير؟ لا، ما فينا نقول قوي كتير الأنصار، لأنه بعضه مش حاضر، حتى الأنصار مش جاهز، حتى الأنصار مش جاهز والنجمة مش جاهزين. طبعا النجمة في بعض نواقص باللاعبين على المستوى البدني، الحضور البدني الفني التكتيكي، على المستوى الفردي والجماعي الفريقين ما جاهزين ومنه مقياس حقيقي، لكنه من نوعية اللاعبين الموجودين والأداء اللي قدمه فريق الأنصار الأهمية. يعني اللي نحن نعرف إنه الأنصار دائما حتى وقت ما كان يحرز بطولات ما كان يقدم الأداء الممتع والجميل. السنة الماضية واليوم عم نشوف الأنصار عم بيقدم فوتبول حلو كتير، الكرات على الأرضية تفرق زادت المتعة بوجود المعتوق يلي عمل اليوم مع أرض الملعب، صحيح في جمالية كتير. يعني الهدف الثالث من أجمل الأهداف اللي ممكن تشوفها من خلال عدة التمريرات، يعني بعتقد من فوق 20 تمريرة كانت بين قدام لاعبين الأنصار وانتهت بهدف. فلا الأنصار اليوم فريق قوي 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 كتير وعنده كل الحلول، وبالمقابل النجمي بده كتير شغل. ما عرفنا النجمي يعني شو بده يلعب يعني ما عارفين نحن هلا النجمي شو هويته. نعم. او انه شو بده، شو استراتيجيته بالموسم، يعني جيته اللعب يعني بمعظم عناصر لاعبين شباب. هل هيدي الاستراتيجيه قادره تخلي النجمي يكون موجود بمركز متقدم؟ يعني انا برايي اذا المفروض هيك يشتغلوا، المفروض هيك يشتغلوا، لانه اذا جينا نحكي منطق، المنطق بيقول انه الانصار والعهد صاروا سابقين النجمه بكثير بخطوات كثير كبيره. النجمه اذا بده يلحقهم بده يقوم بجهود جباره خلال هذا الشهر، ويمكن يعمل انتدابات كثير كبيره، وبعتقد هذا الامر مش متاح. السوق اللبناني معروف اللعيب اللبناني متاح لعدم وجود لاعبين على سبيل المثال بحجم حسن معطوق يقدر يعوضوه مثلا. فبالتالي لا، يحاول. انا برايي انه اذا هن فعلا عم نسمع انه هن بدهم ياسسوا على المستقبل، ولو انه اجوا مؤخرين، ولو انه اضاعوا عليهم كثير من الفرص بالسابق لهيدي السياسه واللي كنا نحن دائما بنناشد فيها، لكنه الافضل هلا يفكروا بهي السياسه انه كيف يبنوا للمستقبل، لانه احسن ما تكب كل رهاناتك على موسم واحد وانت بعيد. طيب قبل ما افوت بالجوانب التكتيكيه، انطلاقا من الشوط الاول ما قدرنا نحكي نحن وياك بسبب فاصل الاعلاني الطويل بين الشوطين. لاعبي النجمه بدي اعطيهم حقهم، لاعبين الشبان قدموا اداء جيد، كان ناقص الانسجام والتناغم بمطرح معين. يعني هاللاعبين اذا مع الاحتكاك الطويل والاحتكاك خلال الموسم والتعزيزات الاجنبيه وبعض الوجوه المحليه، بيقدر الفريق يكون حاضر بشكل جيد. بده يكون الفريق واضح، النادي بده يكون واضح بالاستراتيجيه اللي بده يعتمدها وسياسته شو هي، بده يكون واضح من خلال هالاستراتيجيه، بده يكون عنده الاسلوب لحتى يوصل للاستراتيجيه، والصبر. ما بيقدر يكون مربك ما بينه وبين شوط هيك وشوط هيك، ماتش هيك وماتش هيك، شهر هيك وشهر هيك. بده يكون واضح ويمشي ويصارح الناس ويكشف الناس انا بدي امشي استراتيجيه، وبيمشي. والفريق لازم الوضوح هو اهم شيء، والصبر. انت وقت ما بتيجي تعطي فرص للشباب بدك تصبر عليهم، بعدين حتى بموضوع الفرص بده يكون في اولويات. طيب. من هو الاكثر موهبه والاكثر ممكن يوصل تكتيكيا؟ يعني اليوم الانصار حاصر منطقه النجمه احيانا بـ6 لاعبين، هذا الامر شفناه من الشوط الاول. نزار محروس كان عنده جرأه يرمي بكل مهاجمينه على ارض
الملعب بمطرح معين ويسحب لاعب قلب دفاع يلي هو جواو باولو البرازيلي. هل الانصار مقاربته الهجوميه بتقدر تكون نفس الشيء بمواجهه كل الفرق يلي راح يواجهها بالدوري؟ لا طبعا طبعا، بس لكونه باستثناء ماتشين ثلاثه من الممكن يكون عنده بعض الحرص الزايد، لكونه يعني اليوم شفنا اونيغا لواتي وجهاد ايوب بعدد كبير من المباريات بالدوري بيقدر يلعب فيهم نص ملعب بعدد كبير، باستثناء يمكن بعض المباريات الحساسه. حسن اونيغا بمزاج جيد ببعض المباريات اللي يمكن بده يحس فيها لازم يعمل فيها توازن دفاعي، ممكن ما يستعين ما يكونوا ثلاثه موجودين، لكنه بقسم كبير من وخاصه لو عم نشوف فرق حتلعب ورا كثير مع فريق الانصار حترتد وتدافع، وبالتالي حيكون نص ملعب مرتاح. لا بجزء كبير برايي ما المهم كيف، المهم انه الكل بده يكون له دور. حتى اليوم شفنا حسن معتوق مهمتني الكابتن نزار بواجبات دفاعية 100% برغبة لأنه يدافع. لا هو حسن معتوق من أحسن اللاعبين اللي بيدافعوا، وإذا بتقرأ بتراحب أحسن لاعب بيدافع بإغلاق المساحات، بس ما بحب يحتك، هو المفروض يكون حر بالتدخلات. مرة عملوا امتحان بإحدى الدورات التدريبية قالوا بسنة 2011 بعتقد مين هو أكثر لاعب دافع قطع كرات أو عمل فاولات ببرشلونة، لا بويول ولا بوسكتس، ميسي صحيح. امتان تدافع وكيف تدافع هذا المهم. فلا معطوه عنده الميزه الدفاعيه خاصه الانقضاض، لكنه انا اللي كنت عم بقوله الكابتن نزار يعني الشغل الوحيد لازم يعمله هو كيف يوظف صح، كيف يعرف اللاعبين يدورهم يقبلوا ادوارهم ويكونوا منسجمين. مثل اليوم شفنا الانسجام كثير كبير، في لاعبين مزاجيين عم يلعبوا بشكل مبسوطين مع بعض، شفنا اللواتي ومعتوق وموني واونيغا عم يلعبوا بشكل سلس. يعني لو كان سوني سعد بيومه امام المرمى كانت الامور فهيدا العقليه، هيدا الانسجام، هيدي قبول بعض وقبول ادوار بعض والتلاحم والتكاتف مع بعض، هذا بيخلي الانصار يروح على منصات. طيب بالنسبه للنجمي كان عنده ثغره واضحه على الجهه اليسرى بالشوط الاول، قدر يستغلها حسن معتوق بشكل مثالي من خلال اختراقاته من خلال الكرات العرضيه. انا بدي زيد عليك، كان والباك باس اللي كان عم يلعبه كان بدي زيد عليك انه كان في عنده مشكله كبيره بالجهه اليسرى وبالجهه اليمنى، لكنه الجهه اليمنى بالتغطيه، الجهه اليسرى بالمواجهه. يعني شفنا انه المعتوق يمكن خاصه مع حسين شرف الدين، المعتوق واللواتي كثير مرقوا من عند ميلة عبد الله العاش وحسن شرف الدين، لكنه كمان اذا بنشوف بالتغطيه من الميل الثاني كمان كان في مشكله، لو وصلت الكرات كان ممكن يكون. بس الاخطر كابتن المشكله اللي ظهرت بالشوط الثاني اللي هي المساحات الفارغه بالعمق يلي استغلها الانصاريين كما مرات باتجاه يعني منطقه النجمه. وما انت بتعمل خمس هيدي هي الخطوره الاكبر، بتعمل خمس تبديلات مع لاعبين اسماء بالنجمه بالشوط الثاني، المفروض يكون الفريق انشط، لازم المفروض طبعا ولو انه انت مأخر ب2-0، لكنه ليه المفروض هالخمس تبديلات مع لاعبين اسماء واجانب ومحليين لازم ينزلوا يكون الفريق انشط ويقدم اداء افضل. والمفروض انه الانصار ما عمل خمس تبديلات مباشره، عمل تبديلات وحده على اوقات متقاطره، فانت تنشيط الفريق بالمقام الاول افضليه للنجمه، نوعيه اللاعبين اللي نزلت لازم تكون، والاكتفاء عن فريق الانصار المفروض يعطي تفوق اكبر للنجمه، هذا ما شفناه، بالعكس شفنا التفوق اكبر لفريق الانصار، كان ممكن يزيد النتيجه ويزيد الغله. قبل ما اختم انا وياك سؤال سريع، قادر الانصار يكمل بالدايركت بلاي يعني اللعب المباشر يلي عم يقوم فيه، او من المفترض يفكر بكثير من المباريات انه يستحوذ، وخصوصا انه عنده لاعبين بيقدروا يخلوا الكره بحوزتهم يعني تبديل المراكز يلي كان عم بيكون موجود عند الانصاريين، دائما اي لاعب معه الكره عم يلاقي الحل. الفريق الانصار شو الافضل للانصار، الدايركت بلاي بالوجه الهجومي اللي عنده اياه او الاستحواذ افضل؟ اللي شفناه اليوم انه بيقدر باللعب المباشر وسرعه ممكن يلاقي انطلاقات لصوني سعد ولموني ولحسن معتوق في سرعه، ومع حجي مالك عندهم سرعات لينطلقوا يضربوا دفاعات باللعب المباشر، وعندهم القدره على انه يجمعوا لعب ويستحوذوا ويسيطروا وينطلقوا مع الفريق يعني متنوع. بحسب مجريات المباراه هذا الفريق اليوم شفنا كل الاوجه، شفنا اللعب المباشر وعبر تناقل الكرات، وهيدي ميزه لفريق الانصار التنوع، يعني عنده لاعبين بيلعبوا فوتبول لكنه بنفس الوقت بيقدروا يلعبوا بشكل بالمباشر وبغير المباشر، وهذه ميزه لفريق الانصار. على كل حال الانصار حسم مشاهدينا تاهلوا للدور نصف النهائي بكاس النخبه، اذا النجم بتنتظره مباراه امام الاخاء الاهلي علي، مباراه حاسمه لتحديد هويه البطاقه الثانيه من هالمجموعه الى الدور نصف النهائي. كابتن جمال حاج بدي اتشكرك كثير لحضورك اليوم الى طرابلس لتكون معنا موجود، اكيد الجمهور كله استمتع بتحليلك وراح نكون اكيد بلقاءات موسم طويل نحن وياك. مشاهدينا انا ايضا بدي اتشكركم، بتامل تكونوا استمتعتوا بمباراه النجم والانصار بكاس النخبه، مواعيدنا كثير الرياضيه عبر شاشة ام تي في، دائما تابعوا شاشة ام تي في بتعرفوا المباريات يلي رح تكون منقولة وكل المواعيد الرياضية الكبيرة. إلى اللقاء.
you